بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله هيكون ضيفي في الفقرة الثانية الكابتن أحمد عادل نجم النادي الأهلي السابق، هنتكلم أيضا في تفاصيل فنية كثيرة. أما في الجزء الأخير من هذه الحلقة هيكون حوار مع الأساتذة الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري حول كل ما يثار من قضايا حول النادي الأهلي والكرة المصرية. هبدأ مع حضراتكم بخبر مش متعودين ان احنا نبدأ بيه، ولكن هنبدأ بيه النهاردة عشان لعل البعض من الناس تتعلم. النهاردة حقق فريق الناشئين للنادي الأهلي الفوز على الزمالك 3-2 في قمة دوري الجمهورية مواليد 2008. خبر عادي، خبر بيقول ان فريق النادي الاهلي واحد من افضل الفرق اللي موجوده، واحد من افضل قطاعات الناشئين اللي موجوده، حقق الفوز على نادي الزمالك، ثاني او ثالث واحد من افضل قطاعات الناشئين اللي موجوده، والكلام ده كله معروف ان الديربي اهلي وزمالك، معروف ان كذا وكذا، ولكن خبر حبيت ابدا بيه لانه في مراحل الناشئين من وجهه نظري الاهم من الفوز انك تاسس لاعب كويس ذو اخلاق جيده. تفرح مع ان انت لما تكسب الزمالك، طبعا لازم تفرح لما تكسب الزمالك لانه نادي الزمالك نادي كبير وله جماهيريه، ولكن في نفس الوقت النادي الاهلي هو النادي الافضل، هو النادي يعني طبعا عايز اكسب ولازم اكسب وكل حاجه، ولكن ده لا يمنع ان انا كفريق عندي فريق جيد جدا جدا جدا، وعندي مجموعه من اللاعبين تكسب واحد واثنين وثلاثه. الفوز في مراحل الناشئين مش مستاهل ان انت من وجهه نظرنا، يعني مش مستاهلين ان احنا نعمل له هذه الفرحه وكانه الانتصار الاهم في تاريخ اللعبه، لانه لن يكون ولا عمره كان ولا سيكون الانتصار الاهم في تاريخ اللعبه، ولا الخساره بالمناسبه هتكون نهايه العالم. النتيجه الاهم من وجهه نظرنا انك تؤسس للعيب كويس عنده اخلاق، بيعرف يكسب ازاي ويتعامل مع مكسبه ازاي ويتعامل مع الفوز ازاي، سواء مع نادي الزمالك او مع غير نادي الزمالك. لازم تخلق لعيب كويس مستعد للتواجد في الفريق الاول والمنتخبات الوطنيه، المنتخبات الوطنيه قبل الفريق الاول، هو ده الاهم، هو ده دايما اللي احنا بندور عليه. ف لعبت النادي الاهلي 2008 كسبه 3-2 في مباراه كانت حلوه، وبالمناسبه الزمالك أدى بشكل مش وحش، بشكل جيد، ولكن النادي الأهلي هو الأفضل في قطاع الناشئين في كل المراحل السنية بالمناسبة، حتى المرحلة اللي احنا اتغلبنا فيها 2003 حصل فيها هذا الكلام. أنا ما أعرفش هل القنوات اللي كانت بتنقل ماتش 2003 نقلت هذه المباراة ولا لأ، ما عنديش فكرة الحقيقة هي اتنقلت ولا لأ. هي اتنقلت طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل ودايما يبقى أحسن وأحسن وأحسن، لأننا في النهاية بنسعى زي ما قلت لحضراتكم لتكوين مجموعة من اللاعبين، مش أنا اللي بسعى ولكن قطاع الناشئين في النادي الأهلي، أو المفروض يكون دور قطاع الناشئين في أي نادي كبير إن هو يسعى دائما لتطوير هؤلاء اللاعبين عشان يستفيدوا منهم المنتخبات الوطنية والفريق الأول. مش عشان اقعد اطبل واعمل واعمل والهزار لا، يفرحوا ويتبسطوا وكل حاجه، انت كسبت نادي كبير نادي الزمالك، ولكن مش بالشكل ده. ويجب ان تكون القنوات المحايده محايده في كل شيء، ويجب ان تكون القنوات المحايده محايده ايضا فيما يخص الاهلي وفيما يخص اي نادي اخر. وده اللي انا اتمناه خلال الفتره القادمه، لانه الحقيقه الامور ماشيه بشكل جيد جدا جدا وبمنتهى الود وبمنتهى الروح الرياضيه ما بين الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك، فمش عايزين حد يسعى ان هو يلعب في هذه المنطقه زيه زي بقيه الناس، المهرج واللي بيضحك واللي مسخناتي واللي هم المحللين اللي حضراتكم او الناس اللي بتتكلم اللي حضراتكم عارفينهم وكل مصر عارفاهم وعارفين ان هم بيتكلموا ازاي، هم اصبحوا اربعه او خمسه بيتعدوا على صوابع الايد الواحده، وبالتالي كل الامور ماشيه بشكل جيد. حبيت بس ان انا اوري حضراتكم ان احنا سهل جدا ان احنا نمسك الموضوع ده، ممكن امسك في القصه دي من اول الحلقه لاخرها. وصل اللعيب رقم 12 عمل، واللعيب رقم 10 خلى، واللعيب رقم 10 سوى، ومش عارف مين عمل ايه، ومين رفع دور، ومين عمل كذا، ممكن اقعد امسك الماتش ده من دلوقتي للحلقه للساعه 12 بالليل، الحلقه الساعتين اللي انا هقعد فيهم، ولكن احنا ما بنعملش كده ولا هنعمل كده، لانه عندنا برنامج متخصص في الناشئين بيقول الكلام اللي فيما يخص الناشئين.
هو ده الأهم بالنسبة لنا، أن يكون أو بالنسبة دائما للنادي الأهلي أن يكون هناك لاعب بقيمة فنية جيدة وبقيمة أخلاقية جيدة. خلينا بقى نروح للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اللي دائما ما يوصل استعداداته، والنهارده كان في مران مسائي على ملعب مختار التتش قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. هذه المباراة الهامة جدا اللي كل شوية هنتكلم فيها ونقول إن هي مباراة مهمة وصعبة جدا جدا جدا، وهذه المباراة هتقام على ملعب الجيش في برج العرب. بعد التمرين او في خلال التمرين مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره مع اللاعبين وذلك قبل انطلاق المران للحديث في كافه الجوانب الفنيه الخاصه بهذه المباراه. النهارده انتظم في التمرين ياسر ابراهيم بعد تعافيه من الاصابه في المباراه الاخيره، كان خد خبطه كده في اعلى ركبته وبالتالي كان من المفترض ان هو يعني الناس افتكرت ان هو حاجه كبيره، لكن الحمد لله الامور طلعت جيده واتمرن النهارده. محمد عبد المنعم بيواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت اشراف الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. على الجانب الاخر وصلت بعثة شباب بلوزداد للأسكندرية، وماركوس باكيتا المدير الفني البرازيلي لنادي شباب بلوزداد اللي هو مش غريب على كرة القدم المصرية لأنه درب نادي الزمالك قبل كده فترة قصيرة جدا، ولكن درب نادي الزمالك ويعلم تماما كرة القدم المصرية ويعلم تماما من هو النادي الأهلي ويعلم تماما ماذا سيقابله إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي. نتمنى أن يكون رجال النادي الأهلي في هذه المباراة 3 نقاط، الكل ينتظرها، جمهور النادي الأهلي ينتظرها، لأنه خلي بالكم إحنا بنلعب فريق جيد وهو أبرز المنافسين للنادي الأهلي في هذه المجموعة. لما تيجي تتكلم على هذه المجموعة أول حد هتتكلم عليه شباب بلوزداد. المدير الفني باكيتا أطلق بعض التصريحات اللي بيؤكد فيها أن فريقه يخشى من إيه؟ من الإجهاد. كلنا الحقيقة أمور الإجهاد والأمور دي بتبقى يعني صعبة جدا على المدربين. هو قال أيضا في تصريحاته أنه هو عنده بدائل جيدة، بس أنا برضو الحقيقة مش عارف إجهاد إزاي، لأنه لو سألت كده، لو باكيتا سأل هو جدول النادي الأهلي أخباره إيه وشاف جدول النادي الأهلي، أعتقد أنه هو هيقول أن أنا ما عنديش إجهاد ولا حاجة، لأنه جدول النادي الأهلي هو الجدول وجهة نظري الأصعب خلال هذه الفترة على كل الأندية في مصر. الحقيقة المباراة دي مهمة جدا لأنه الأهلي إن شاء الله يؤكد بها صدارته لهذه المجموعة، المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، قبل إيه بقى؟ قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية. خلونا نطلع نشوف هذا التقرير عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. العزيمة والإصرار شعار رفعه لاعب المارد الأحمر وكادرهم التدريبي للمواجهة المرتقبة أمام ضيفي شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا حامل لقبه. الجهاز الفني أكد للاعبيه على ضرورة طي صفحة مباراة يانج أفريكانز والتركيز الشديد قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل، خاصة أن الفريق شبه مكتمل الصفوف بعد عودة عدد من لاعبيه المصابين. وشهد الميران انتظام الثلاثي أنطوني موديست وكريم ندفد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، وشهدت التدريبات اندفاع جميع اللاعبين من خلال العزيمة الواضحة والإصرار على وجوههم لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة، خاصة وأن المواجهة المقبلة ستكون الاختبار الأخير للاعبين وفرصة للكادر التدريبي لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية ومدى تركيز اللاعبين داخل الملعب قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض رحلة جديدة في منافسات كأس العالم للأندية. المدرب مارسيل كولر وجهازه المعاون وضعوا النقاط على الحروف وباتت الواجبات واضحة لكل لاعب، وبات الفريق أشبه بالجاهز لعبور حاجز شباب بلوزداد، وذلك لنيل رضا الجمهور الوفي الذي يساند في كل زمان ومكان. كل الدلائل والمؤشرات تصب في مصلحة المارد الأحمر الذي اعتاد على تحقيق البطولات دوما بعزيمة الأبطال.
أيضا النهاردة أعلنت أسعار التذاكر الخاصة بمباريات بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال من خلال إعلان مجلس أبو ظبي الرياضي النهاردة الثلاث عن طرح التذاكر الخاصة ببطولة السوبر المصرية للأندية الأبطال بمشاركة أربع فرق. اتحاد كرة القدم المصري أعلن 25 ديسمبر سيكون موعدا لأولى المباريات، مباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر، وتقام مباراة المركز الثالث يوم 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في نفس اليوم. أسعار تذاكر السوبر المصري درجة $7.08، الدرجة السادسة $14.17، أنا مش عارف 17 ده أنا بتكلم صح ولا غلط، الدرجة الخامسة $21.25 زي ما بيقولوا لي يعني، الدرجة الرابعة $28.34، الدرجة الثالثة $35.42، والدرجة الثانية $70.84، أما الدرجة الأولى فهي ب $283.38. طيب أنا بس حبيت أقول لحضراتكم أسعار التذاكر. وصلنا لفقرتنا الرئيسية، فقرة حائط صد. الحقيقة في حائط صد النهاردة موضوع غريب جدا بالنسبة لي، مش بالنسبة لي بس، بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الأهلاوية. خليني أكون واضح، مش هقعد بقى أنا أزوق الكلام وأقول كلام مش البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتدخل ويتوسط ما بين نادي الزمالك ونادي سبورتنج لشبونة لحل أزمة إيقاف القيد. الكلام ده حقيقي وحصل، وده بتصريح على الهواء مباشرة من الأستاذ إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. بعدها طلع كابتن ميدو وقال فعلا دي الحكاية بدأت من شهر وأنا عارف وما رضيتش أقول. وإزاي عضو مجلس إدارة في اتحاد كرة القدم يكشف سر زي ده؟ هي بيني وبينكم السر ده كارثة. هتقول لي كارثة إزاي؟ أقول لك، اقرا الخبر بشكل تاني. تخيل حضرتك كأهلاوي، تعالى لي يا سمير بس، تخيل حضرتك دلوقتي كأهلاوي إنه الخبر اللي أنا هقراه لحضرتك اتقال، إيه اللي هيحصل من الفرق الأخرى ومن جماهير الفرق الأخرى؟ لو الخبر بتاع إن مثلا يعني مثلا تخيل معايا إن في خبر نزل واتقال على لسان أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن البرتغالي روي فيتوريا عايز يجيب كهرباء منتخب مصر فتدخل لحل أزمته مع نادي الزمالك ونادي أفيش البرتغالي. ردة الفعل هتبقى عاملة إزاي؟ هل هيتقال إن ده سر برضه ما ينفعش يتم إفشاؤه؟ وهل هيتقال ازاي عضو في مجلس اداره الاتحاد يكشف السر؟ يعني انا قلت لحضرتك الخبر اللي حصل الحقيقي اللي حصل. تخيل 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 بقى حضرتك معايا كده انه اتقال الخبر بطريقه كهرباء. اتقال ساعتها كان اتقال ايه؟ يا جماعه ده اتحاد كره القدم اهلاوي كله وبيعمل كل حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. الأهلي الفتى المدلل لاتحاد كرة القدم، حتى مدرب المنتخب الأجنبي بيشتغل لصالح النادي الأهلي، ده عايز يحل مشكلة كهربا عشان يبقى ضد الزمالك. مش ده اللي كان هيتقال ولا أنا بقول أي كلام؟ والله العظيم ثلاثة، أنا مش جاي من الخيال، أنا مش جاي من المستقبل، متأكد 1000000% إن ده اللي كان هيتقال. وأنا هنا عندي بعض التساؤلات بخصوص هذا الموضوع. اولا يعني مين سمح للبرتغالي روي فيتوريا بالتدخل في ازمه ايقاف قيد نادي الزمالك؟ فيتوريا وجهه نظري ان هو ما يعرفش في مصر غير مجلس اداره الاتحاد المصري على اتحاد الكره اتحاد كره القدم المصري. مهم جدا نعرف هو مين اللي قال لفيتوريا تدخل.
اذا كان الفيتوريا نفسه واخد الاذن من اتحاد كره القدم فاحنا امام موقف غير مسبوق وعمره ما حصل قبل كده. المدير الفني لمنتخب مصر يتدخل لحل ازمات اداريه للانديه بره مصر. ثانيا، اذا كان هناك بعض الناس بيقولوا عادي ما هو بيحل ازمه لنادي مصري، طيب لماذا لم يتدخل فيتوريا لحل ازمه ايقاف القيد في النادي الاسماعيلي؟ مش هقول الاهلي، مش هقول كهربا. ثالثا، طيب لا قدر الله اخفق المنتخب في امم افريقيا القادمه، فيتوريا مش هيجي يقول لاتحاد كره القدم اصل والله كنت مشغول في ازمه قيد نادي الزمالك مثلا. والله هنا كلامي ليس له علاقه باهلي وزمالك او اي نادي، انا هنا بتكلم عن منتخب مصر ومديره الفني اللي شغله هو جاي احنا بنتعاقد معاه لتدريب منتخب مصر مش حل مشاكل الانديه. هو ازاي ده حصل يا جماعه؟ ازاي اتحاد كره القدم هيحاسب المدير الفني لو حصل اي اخفاق اذا كان تدخلاته ووسطاته لحل ازمه الزمالك مع سبورتنج لشبونه بمعرفه اتحاد كره القدم؟ والله الواحد بيشوف العجب مع الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي. لكن موضوع وساطة فيتوريا لحل أزمة القيد بين الزمالك وسبورتنج لشبونة دي جديدة، وبصراحة لا أحد كان يتخيلها ولا يتوقعها. وبعد كده يجي واحد يقول لك إيه، أصل اتحاد كرة القدم بيجامل الأهلي، ده بيدي حقوق النادي الأهلي كلها. طبعا أنا رديت عليها من يومين، لو حد يتكلم بهذا الشكل تاني او قال على النادي الاهلي كلمه كده ولا كده تاني بخزي الازور انا مش هرسكم بقى، يعني انا اسف ما اعرفش الواحد ساعتها ممكن يعمل ايه. انا هنا مره تانيه، انا هنا مش بتكلم على اهلي وزمالك، انا بتكلم على لانه مش كل الزملكاويه بيطلعوا يقولوا ان الاهلي الفتى المدلل ومش عارف ايه والكلام ده، لانه لا في زملكاويه كتير محترمين، لكن على الجانب الاخر في هناك ناس بتطلع في الإعلام فقط لمهاجمة النادي الأهلي فقط مش عشان حاجة تانية. وعلى الجانب الآخر برضو مفروض أن فيتوريا مدير فني أوروبي محترف وبياخد مبلغ كبير جدا جدا كراتب نظير تولي تدريب منتخب مصر، تحت أي بند وتحت أي مبرر بيتدخل لحل هذه المشكلة أو مشكلة الأندية أو مشاكل الأندية؟ هل ينفع انا اروح اقول لفيتوريا دلوقتي كنادي اهلي او النادي الاهلي ملوش علاقه، كهربا ياخد يروح لفيتوريا ويقعد معاه ويقول له والنبي حل لي مشكلتي مع قفش البرتغالي؟ ولو ده حصل ردود الافعال هتبقى عامله ازاي؟ هتقوله عادي؟ على فكره في مدرسه بتقول عادي، الراجل يعني قد يكون عرض وساطه ما بين الناديين عشان ينهي الخلاف. ده اللي انا سمعته وعرفته، يعني ان الناس بتكلمني بهذا الشكل، في ناس بتكلمني بهذا الشكل. والله يا اسلام ما هو الراجل عادي تدخل وحاول ان هو يعمل حاجه زي دي. هي لو النادي الاهلي جه وطلب، النادي الاهلي عمره ما هيجي يطلب ده اولا، لكن لو النادي الاهلي جه وطلب هنقوله لا؟ مش هنقوله لا. انا قلت طول ما عمرنا مع النادي الاهلي وجهه نظري ان عنده اجهزته وعنده اداريينه وعنده ادارته اللي تقدر تحل كل المواقف. اولا النادي الاهلي لن يضع نفسه في هذا الموقف، وجبنا تاريخ بعيد يعني لعشر سنين ولا 15 سنه ورا ما لقيناش، شفنا الفرق ما بين النادي الاهلي. والله هنا انا ما بتكلم على الزمالك، انا بتكلم بشكل عام ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني. فعشان كده انا بقول لحضراتكم حاجات غريبه جدا. ففي برضو المدرسه الثانيه اللي تقول لك يا جماعه عادي اعتبر الموضوع الراجل يعني بيحل المشكله، خلي المشكله تتحل. انتوا ليه عايزين تأزموا المشكلة؟ انتوا ليه عايزين تزيدوا الفتنة والتعصب وكلام اللطيف اللي بيتقال؟ على الرغم من احنا انا ما جبتش سيرة اي نادي، انا بقول ازاي مدرب منتخب مصر يتدخل لحل ازمة. عارفين ليه؟ الدليل ان هو زعلان جدا جدا من اتحاد كرة القدم ان الموضوع ده اتسرب عن طريق احد اعضاء مجلس الادارة. هو لو الراجل ده يعني ما عندوش مشكله، على فكره انا بحب هذا الرجل جدا 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 على المستوى الفني، ولكن وقد يكون فكره هو بيعمل حاجه بيساعد بيها نادي الزمالك لاي غرض بقى. انا ما اقدرش اقول لك مثلا هنا
علشان مثلا عايز يرضي كابتن حازم امام او كابتن حازم تدخل في هذا الامر، انا ما اعرفش، ما عنديش فكره، دي انا ما عرفتهاش. ولكن اللي اتقال على الهواء مباشره ان فيتوريا تدخل لحل الازمه. وجهه نظري ايضا كان المفروض اتحاد كره القدم يطلع ويعلق ويوضح ويقول للناس سواء كان حصل او ما حصلش. اتحاد كره القدم متجاهل الامر تماما، زي فاكرين الجواب اللي اتحط في الدرج، برضو تجاهل الامر تماما ولم ينفي. وبالتالي اعتقد ان ده تاكيد على صحه الخبر اللي قاله الاستاذ ايهاب الكومي. قعدت افكر الفتره اللي فاتت، هو في مواقف زي ده او موقف زي ده حصل قبل كده في حياتي؟ سالت ناس كتيره جدا، كلمت فلان يا جماعه حد فيكم شاف كذا، كلمت اصدقائي بره مصر سالتهم يا جماعه في حد بيعمل كده؟ والله ناس كتير قوي قالت لي لا بجد ده حصل. وفي البعض برضه عشان ما بقاش متجني على حد، المدرسة التانية قال لي اسلام عادي تمشي، انه الراجل بيساعد وما عندوش مشكلة ولا واخد حاجة ولا ما عندوش حاجة، هو الراجل طلب منه المساعدة فساعد. ادي دي وجهة نظر اخرى يعني. فكان ردي على اللي بيقول لي هذا الكلام قلت له ايه؟ قلت له هل لو النادي الاهلي اللي تدخل كان، او النادي الاهلي اللي طلب، كان الموضوع مشي وكان الموضوع عدى واتقال بهذه البساطه؟ معرفش. كلام كتير جدا وحاجات كتيره جدا بنشوفها. اعتقد هذه الامور بتعلمنا جديد وجديد وجديد، وهنفضل نتعلم. يا جماعه سيبوا الراجل يشتغل، يا جماعه سيبوا فيتوريا يشتغل. فيتوريا مدير فني رائع، ومدير فني، انا بتكلم على الاداره الفنيه، مدير فني رائع ومدير فني جيد جدا جدا، وشايف شغله بشكل جيد وكل حاجه كويسه. عندنا داخلين على امم افريقيا كمان شهر ولا شهر ونص، فبالتالي محتاجين الراجل يركز في شغله، مش محتاجين الراجل يركز في حل مشاكل الانديه، ولا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا غيرهم. اتمنى ان يحدث توضيح من اتحاد كره القدم، اتمنى ان ده يحصل والله. ويوم لما هيحصل انا هطلع اقراه كاملا زي ما هو، ولو حد من اتحاد كره القدم عايز يخش ويوضح يا ريت يخش ويوضح ويقولوا هم يعني ايه اللي حصل. لانه ما تشغلوش الراجل، سيبوا الراجل يشتغل مع لعيبته، سيبوا الراجل يشتغل يفكر كيف تفوز مصر بكاس الامم الافريقيه. والله ما اعرف كابتن حازم على علم بهذا الامر ولا لا، والله ما اعرف، انا سالت كتير جدا لكن والله ما اعرف، حدش قال لي، حدش اداني اجابه. اتمنى ان تكون هذه الامور او تنتهي مثل هذه الامور بتوضيح من اتحاد كره القدم. كلنا هنسكت، حدش هيتكلم، ده اللي اتمنى ان هو يحصل. وصلنا للفقره الثانيه، فقره بالعقل. عايز احكي لحضراتكم النهارده على خبر حصل في الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي. نادي مانشستر يونايتد، الخبر ده حصل، نادي مانشستر يونايتد يمنع 4 من كبار الاسماء الاعلاميه من حضور المؤتمر الصحفي لمدربه الهولندي إريك تن هاج. ده امتى؟ قبل مباراه تشيلسي القادمه. طيب اهو الخبر مش من حط، لا خبر من على الديلي ميل اهو. نعرف الاسباب، ايه اللي حصل يخلي مانشستر يونايتد يتخذ مثل هذا القرار. تفسير مانشستر يونايتد قالوا كده في بيان رسمي: لقد اتخذنا اجراءات ضد العديد من المؤسسات الاعلاميه، ليس لأنهم نشروا أخبار لا نحبها، طبيعي، ولكن للقيام بذلك. خد بالك من اللي جاي عشان تعرف كيف يتعامل الإعلام بره مصر، وذلك دون الاتصال بنا أولا لمنحنا الفرصة للتعليق أو التحدي أو الرد. طيب إيه هو الموضوع اللي اتكلمت فيه المؤسسات أو الصحفيين دول يعني وتسببوا في هذا الموقف؟ هذا الموقف اللي انا بعتبره موقف قوي من مانشستر يونايتد، اقول لحضراتكم حالا. الاجابه كانت انهم
نشروا أخبار عن النادي تتعلق بفقدان اللاعبين الثقة في المدير الفني إريك تن هاج وتشكيكهم في الصفقات. والله يا جماعة الخبر ده حقيقي. لو حضرتك فكرت معايا بالعقل كده شوية، لو كان الموقف ده من النادي الأهلي في ظل ما يحدث، هذه الخبر اللي أمام حضراتكم ده، تخيلوا حضراتكم دلوقتي طلع أحد البرامج واتكلم على إنه محمد عبد المنعم عمل كذا، أصل موديست ده كذا، أصل كولر ده كذا، أصل إمام عاشور ده كذا، كل الناس مش طايقة كولر، آخرها كولر مش طايق إمام عاشور، وإمام عاشور مش طايق كولر. تقريبا تقريبا ده نفس الكلام اللي نادي مانشستر يونايتد، أعرق، واحد من أهم وأعرق الأندية في العالم، في العالم أوقف 4 مؤسسات صحفية بسببه، إن هم شككوا في بعض الصفقات واختلافاتهم مع المدربين، مع المدرب إريك تن هاج. فتخيلوا حضراتكم لو النادي الأهلي في ظل ما يحدث يوميا من بعض البرامج والمنصات الإعلامية بخصوص التشكيك في النادي الأهلي ومدربينه ولاعبي وتعاقداته، فكر حضرتك وقول لي ايه هي ردود الافعال على هذا الامر، وهتبقى عامله ازاي ردود الافعال ساعتها لو النادي الاهلي اللي عمل كده. اتمنى بس والله العظيم ثلاثه، ان هنا الفقره دي اسمها فقره بالعقل. ليه؟ لان الفقره دي تخلي حضرتك وانت واقف كده تفكر في هذا الموقف. ليه مانشستر يونايتد وقف الاربع صحفيين دول علشان كتبوا، هم قالوا كده في الموقف بتاعهم، قالوا مش عشان كتبوا اخبار كاذبه لا، لكن عشان ما ادوناش حق الرد او التحدي او الرد على مثل هذه الامور، يتصلوا بينا ويسالونا. يا نهار اسود، طب كنتوا تعالوا شوفوا اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل مع النادي الاهلي، كنتوا عملتوا ايه؟ ده مانشستر يونايتد كان وقفت ناس كتيره جدا في انجلترا. يعني موقف مانشستر يونايتد بوجهة نظري كان موقف قوي جدا، وما شفناش حد بيقول انها مصادره على الحريه والراي والانتقاد، لانه كان بيان مانشستر يونايتد واضح جدا. الموضوع مش في نشر الاخبار اللي مش عجبانا، ولكن لان ما حدش حاول يدينا فرصه نرد او يسالنا واحنا نجاوب ونوضح له ايه هي وجهات النظر. لكن الحمد لله من خلال وجودنا في قناة النادي الأهلي بنحاول على قد ما نقدر نقول وجهة نظر النادي الأهلي، والحمد لله أيضا أن جمهور النادي الأهلي بيثق فينا وبيثق في ناديه وبيثق في قناته وبيثق في مركزه الإعلامي، الحمد لله والشكر لله. وده بشوفه طبعا هناك بعض الانتقادات، وده طبيعي جدا، وأنا شخصيا بتعلم من هذه الانتقادات، الانتقادات الجمهور للقناة وللبرنامج. لكن والله يا جماعة ناس كتير الحمد لله والشكر لله بتوقفني في الشارع وتقول لي يا اسلام اللي انت قلته امبارح ده كذا وعندك حق وكذا وكذا وكذا. فكروا لو النادي الاهلي عمل زي مانشستر يونايتد كده وبعت، مع انه النادي الاهلي ياما بعت وقال يا جماعه مثلا، يعني مثلا قناه الاهلي وبرنامج البيت الكبير مش هيخشوا النادي تاني او هيتوقفوا عن التواجد الاعلامي في الفتره القادمه مثلا، انا بقول اي كلام طبعا، لكن مثلا يعني اكس من القنوات، والله العظيم ثلاثة كانت الدنيا اتقلبت على النادي الأهلي وعلى اللي عمل القرار ده واللي خد القرار ده. حاجات غريبة جدا بنشوفها، ولكنها حاجات بنتعلم منها. أنا شخصيا اتعلمت من هذا الموقف، وحبيت إن أنا أقوله لحضراتكم علشان تعرفوا إيه اللي بيحصل. خلينا نطلع على فاصل ونرجع بعد هذا الفاصل نكمل كلامنا ونكمل بقية فقرات هذه الحلقة. الحقيقه انا عندي مشكله كبيره جدا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم فيما يخص مباراه النهائي في السله في دوري المرتبط. ليه المشكله؟ لانه انا بسال اصدقائنا من زملائنا في النادي، يعني بنقول لهم المباراه القادمه فيها جمهور عايزين نحضر الماتش، مباراه مهمه جدا، النادي الاهلي هيلاقي نادي سموحه في نهائي دوري المرتبط 2023،
طيب هذه المباراة كان من المفترض ان هي، او مش كان من المفترض، هي المباراة النهائية. فاللي عايز اقوله لحضراتكم انه المباراة النهائية السنة اللي فاتت في دوري المرتبط اهلي واتحاد، او اهلي وفريق اخر، ف السنة اللي فاتت كان فيها جمهور، معرفش ليه السنة دي ما فيهاش جمهور. عندي مشكلة كبيرة جدا في هذا الأمر. ليه الاتحاد كرة السلة أقر بعدم تواجد جمهور 25 فرد من النادي الأهلي و25 فرد من نادي سموحة في المباراة النهائية؟ نادي الأهلي من الأندية الكبيرة جدا، نادي سموحة من الأندية الكبيرة جدا، العلاقات جيدة جدا ما بين الأندية في مصر بالكامل، الحمد لله الأمور ماشية بشكل جيد، كل حاجة حلوة. لماذا لا يكون هناك، مش هقول لك الساعة كاملة، نص الساعة أو زي السنة اللي فاتت مثلا. لماذا لا يحدث هذا الأمر؟ وهنا أنا بوجه سؤالي لاتحاد كرة السلة، من فضل حضراتكم ردوا علينا في هذا الأمر وقولوا لنا ليه حضرتك عملت المباراة النهائية في دوري المرتبط ما بين الأهلي وسموحة ب 25 فرد للنادي الأهلي و 25 فرد لنادي سموحة؟ قد يكون هناك أسباب إحنا مش فاهمينها. فلما نفهم نطلع نوضح لجمهور الاهلي، لان كل جمهور النادي الاهلي كان نفسه يحضر هذه المباراه. على السوشيال ميديا الناس عماله تسال، فبنسال حضراتكم يمكن يكون عندنا او عندكم رد تردوا لنا على هذا الامر. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني في كره السله برضو اللي انا اعرفه طول عمري في حياتي كلها في الكوره، يعني ان مباريات الثالث والرابع بتتلعب قبل مباريات الاول والثاني. هل حد عنده شك في الامر ده؟ يعني انا ما لحقتش ادور لان انا الموضوع لسه شايفه من شويه، فما لحقتش ادور. فهل ده اللوجيك في اي بطوله في العالم؟ يعني بنشوفها كده، الثالث والرابع بيتلعب الاول وبعد كده الاول والثاني. تخيلوا حضراتكم ان نهائي دوري المرتبط هيتلعب بعد، نهائي دوري المرتبط هيتلعب بعد، او هيتلعب قبله، قبل الثالث والرابع. يعني نهائي دوري المرتبط هيتلعب الاهلي وسموحه، بعديه بيوم هيتلعب قبل الثالث والرابع. حاجات غريبه جدا برضو الواحد بيشوفها في اتحاد كره السله. بالمناسبه يعني رئيس الاتحاد المصري لكره السله دكتور مجدي ابو فريخه شخصيه محترمه جدا، وكلهم كلهم اصدقائنا وكلهم اخواتنا، والله انا ما بتكلم على حاجه، ولكن هو موقف غريب شويه. قد يكون هناك أسباب، قد يكون هناك أسباب لأمور أخرى. وعلى الجانب الآخر، فكرة أن لعيب في سبورتنج يتم الموافقة على طلب وتأجيل المباراة علشان يجي يلعب مع فريقه أو مع ناديه، واللعيب اللي جنبه على طول لعيب النادي الأهلي، عندما يطلب النادي الأهلي لا يتم الموافقة. الكلام اللي أنا بقوله ده كله أو التلات حاجات، يعني أنا بسأل على الجمهور ده أولاً، ثانيا انا بسال على ميعاد مباراه الثالث والرابع، ليه لاول مره في تاريخ كره السله او في تاريخ الرياضه بيحصل هذا الامر ان تكون مباراه الثالث والرابع بعد مباراه الاول والثاني. ثالث حاجه، لماذا لم يتم الموافقه على طلب النادي الاهلي بتاجيل المباراه يوم، على الرغم من ان هو تمت الموافقه على تاجيل مباراه سبورتنج يوم علشان نفس اللاعب او لاعب منتخب مصر لكرة السلة اللي هي الثلاثية اللي بتتلعب وبنشوفها دلوقتي دي، طلب تأجيل المباراة، نادي سبورتنج طلب تأجيل المباراة عشان اللعيب ده هيجي متأخر فوافقوا له على الطلب. أنا مش فاهم الحقيقة. الثلاث أسئلة دول أنا ببعتهم لاتحاد كرة السلة علشان يرد علينا فيهم ويقول لنا إيه الموضوع، لأن هم كلهم أصدقائنا وكلهم إخواتنا، وأتمنى إن هم يردوا علينا بخصوص هذه الأمور. دي حاجة برضو لسه شايفها، فعشان كده أذكرها شوية يعني وأقول لحضراتكم أكتر فيها الفقرة اللي جاية. ولكن أنا بس حبيت أن أنا في بداية الفقرة في الانترو أن أنا وأنا بتكلم مع حضراتكم أحكي لكم برضو إيه اللي بيحصل في كرة السلة. وصلنا لفقرة صنع في الأهلي النهاردة، هتكون فقرة فيها واحد من النجوم وأساطير الكرة الطايرة في النادي الأهلي، الكابتن محمد السيد، واحد من نجوم الجيل الذهبي للكرة الطائرة الأهلوية. هنعرف حكايته مع النادي الأهلي والكرة الطائرة وكمان بطولاته
وألقابه بقميص المارد الأحمر. خلونا نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن أحمد عادل في ضيافة البيت الكبير. ابتديت كرة طايرة في النادي الأهلي من وأنا عندي 10 سنين، يمكن أول سنة كانت 93. ابتديت من تحت 10 سنين، اللي هو تحت أول 11 سنة أول فرقة لعبنا فيها. الحمد لله أنا قطاع الناشئين كله كسبان منطقة القاهرة والجمهورية في كل السنين لحد 19 سنة. يمكن أنا الجيل بتاعي كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن أحمد صلاح، مواليد 83 و84. لعبنا مع بعض السنين دي كلها، لعبت منتخب ناشئين ومنتخب الشباب، كسبنا افريقيا، كسبنا كاس عالم، ابتدينا نلعب بالدرجه الاولى في الاهلي وفي منتخب مصر من 2004، يمكن اخر سنه لينا في 19 سنه. يمكن عبد الله وصلاح سبقونا سنه ان هم طلعوا درجه اولى الاول. لعبت من 2004 لحد 2011 في النادي الاهلي درجه اولى، يمكن كسبت بطولات كتير، يمكن 6 دوري، 7 كاس، 4 افريقيا، 3 بطوله عربيه. الحمد لله عملت بطولات كتير مع النادي الاهلي. الحمد لله فتره لعبي في النادي الاهلي كنت في القوام الاساسي في الفرقه. جيت في 2009 عملت عمليه صليبي، يمكن ده بعدني عن المنتخب، انا كنت بلعب في المنتخب من 2004 تقريبا. بس كملت في الاهلي لحد 2011. 2012 رحت نادي طلاع الجيش، قعدت هناك لحد 2018. يمكن معظم فرقه الاهلي اتنقلت لطلاع الجيش في الفتره دي، كانت بعد الثوره، والحمد لله ربنا كرمنا هناك، كسبنا 2 دوري و2 كاس وبطوله افريقيا او 3 كاس كمان. بعد كده عملت تجربه انا بالنسبه لي كانت غريبه شويه، ان انا رحت اسكندريه لعبت في نادي الاتحاد 3 سنين. يعني التجربه دي فرقت معايا كتير، لان خلتني ابتدي انقل تفكيري من لعيب لتدريب هناك شويه. الحمد لله يعني ختمت التجربه دي ان انا خدت تاني دوري مع نادي الاتحاد. يمكن بعديها قلت لا انا كفايه كده لعب، بقى ابتدي اشفت الكارير بتاعي للتدريب. جات لي فرصه ان انا امسك مدرب عام في نادي طلائع الجيش، يمكن دي كانت فرصه كبيره، ان اول سنه بطل فيها امسك مدرب عام في نادي كبير زي نادي طلائع الجيش. مسكت الحمد لله السنه اللي فاتت مدرب العام في نادي الطلائع. كانت تجربه غريبه شويه، لان انا الفرقه دي اصحابي قبل ما يبقى مدرب معاهم، فانا كنت زي اخ كبير معاهم مش مدرب عليهم. والحمد لله نجحت، خدنا ثالث دوري السنه اللي فاتت ورابع الكاس. ابتدى في ناس هنا في النادي الاهلي ابتدوا يتكلموا معايا ان في احتمال يبقى في تغيير في الجهاز وشكل الجهاز، وكان عاوزين نبقى متواجد. رحبت جدا طبعا، بيتي طبعا كنت عايز ارجع له ده اكيد. فعلا ابتدى الكلام من اول شهر 6 كده معايا، وان في مدرب اجنبي وان انا هبقى معاه، لحد ما ديني موجوده والحمد لله. يمكن انا بالنسبه لي احلى بطوله لعبتها مع النادي الاهلي كانت البطوله العربيه في 2005 و2006، كانت في سوريا. البطوله دي كانت صعبه جدا، كانت كل الفرق مستواها كويس جدا. يمكن احنا لعبنا 9 ماتشات في 11 يوم، 5 ماتشات منهم كانوا 5 جيم، وكنا بنلعب كل يوم. كانت سفريه صعبه جدا، بس يعني من اكتر البطولات المحببه الى قلبي اللي كان ساعتها كابتن نور عطيه هو المدير الفني بتاعنا. فيمكن دي اكتر بطوله، لان احنا تعبنا فيها، تعبنا في كل ماتش من اول ماتش في المجموعه لحد الفاينل تقريبا، ادينا كل حاجه جوه الملعب. كانت كل فرقة كويسة جدا البطولة دي، فأنا بالنسبة لي دي أقوى بطولة لعبتها مع النادي الأهلي. يمكن المواقف والذكريات طبعا هيبقوا كتير جدا. احنا كنا من زمان واحنا متعودين، كنت اخلص المدرسة اجي للتمرين هنا، يمكن كانوا هنا بيطردونا بره النادي ان احنا مش عايزين نروح، احنا على طول قاعدين بنلعب فولي في ملعب الفولي. ويمكن مش يعني انا شايف ان ده كان الجيل ده كله كده، سواء فولي هاند بول باسكت، احنا على طول كنا قاعدين مع بعض بعد ما نخلص التمرين بنلعب فولي بنلعب باسكت بنلعب هاند بول، بس احنا كان معظم وقتنا في النادي.
فيمكن لا طبعا في ذكريات كتيره جدا في النادي. يمكن ممكن يكون النادي دلوقتي كمنشآت اتغير عن زمان، بس لسه ذكريات موجوده في الاماكن كلها. لا طبعا في ذكريات كتير جدا في النادي. من اكتر المواقف اللي ممكن كانت تعتبر كوميديه شويه، ان دايما الهاندبول كان دايما بيحب يعمل مشاكل في النادي زمان، واحنا الفولي كنا قليل جدا ونعمل مشاكل. فكان في مره حصل مشكله ما بين الهاندبول والووتر بول في النادي، وانا ما انساش اليوم ده لان تقريبا النادي كان اتقفل ساعتها اليوم ده. فاليوم ده انا ما انساهوش، يعني اليوم ده انا فاكره كأنه حصل امبارح اليوم اللي حصل ده. فلا لا تمام. طبعا رجوع النادي الاهلي كمدرب عام لفرقه الدرجه الاولى حاجه مش سهله خالص، ويمكن دي تعليقات الناس كلها حواليا، ربنا يعينكم، ربنا الموضوع مش سهل، بالذات ان انا في ناس في سني موجودين في الفرقه، فان انا ابقى مدرب عام عليهم الموضوع مش سهل. الموضوع محتاج حسبه، انا امتى اكون صديق وامتى اكون مدرب والكلام ده. يمكن النادي الاهلي بقاله سنتين ما بيكسبش الدوري والكاس، مهما كانت ايه الاسباب بتاعت السنتين اللي فاتوا دول، بس طبيعي اكيد في اخطاء وبنحاول نتداركها وبنحاول نصلحها. بس يعني الحمد لله، يعني على قد ما الناس اللي شايفه الموضوع صعب، بس انا مبسوط جدا باللعيبه، بالذات اللعيبه السنه دي. يعني احنا مش محتاجين، ان هم فاهمين ان هم السنه دي سنه صعبه بالنسبه لهم، سنه عاوزين يرجعوا يكسبوا كل حاجه، فهم عاملين اللي عليهم وزياده. يمكن مجلس اداره الاهلي مدعمنا جدا السنه دي، يمكن ما فيش اي مشكله كانت بتحصل على طول كانت بتتحل على طول. طيب يمكن اقول لجماهير النادي الاهلي، طبعا انتوا يعني احنا انتوا معودين على طول ان احنا لازم نلعب على المكسب على طول. يمكن الفريق اخفق اخر سنتين في الدوري والكاس، رغم انه حقق بطولات جنب الدوري والكاس السنتين اللي فاتوا، بس ده ما كانش مرضي للجماهير طبعا. ان شاء الله السنه دي هيبقى موسم مرضي جدا للجماهير، بس سيبونا نشتغل. يعني انا متابع التعليقات، في انتقادات بتحصل، في بس احنا عارفين احنا بنعمل ايه، شايفين الوضع قدامنا، عارفين اختياراتنا، عارفين لو هنجيب محترف هنجيبه في مركز ايه امتى، كل ده مدروس، كل ده معمول حسابه، احنا مش قاعدين نايمين. وان شاء الله خير، ان شاء الله خير السنه دي ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن مصطفى. ازيك يا حبيبي؟ زي الفل. إيه؟ الحمد لله والله، كله كويس، كله زي الفل الحمد لله. خليني ابدا معاك جميع الملفات الكرويه طبعا، ولكن خليني ابدا معاك برؤيتك للمباراه الاخيره للنادي الاهلي امام يانج افريكانز. يمكن ما فيش شك بعض الشيء اللي مطمنا هو اداء النادي الاهلي، يمكن اداء افضل. يمكن كنا الفتره الاخيره الاداء ما كانش احسن حاجه، عشان كده كان بيأثر على نتائج الفرقه، لكن المباراة الأخيرة يمكن بعض الشيء يعني استعد أداءه أو قوة شخصية لعيبة النادي الأهلي مع فريق أكيد خصم بتلعب خارج الملعب. أعتقد إن هي نتيجة إيجابية ممكن تبني عليها إن شاء الله للفترة اللي جاية. يمكن تطمننا بشكل كبير جدا إن الفريق استعد يعني بنسبة كبيرة جدا أداءه لما قبل الفترة الأخيرة. أعتقد إن الأداء اللي أداه النادي الأهلي في هذه المباراة، على الرغم من هذا الاداء يعني او بالشكل اللي لعب بيه النادي الاهلي في هذه المباراه، بتجد ان هناك بعض الانتقادات السلبيه او التركيز على الامور السلبيه فيما يخص النادي الاهلي. ليه يا احمد دايما الناس بتتكلم في الامور السلبيه؟ طبعا في امور سلبيه وستظل دائما في امور سلبيه في كل فريق العالم، مش فريق النادي الاهلي بس، ولكن هناك ايجابيات ايضا. بص يا كابتن اسلام، ده طبيعي ولازم ده يوصل للاعيبه النادي الاهلي، وده لازم يوصل للجهاز الفني داخل النادي الاهلي، ان دايما الانتقادات هتبقى من الناس اللي مش حابه النادي الاهلي يمشي كويس، واللي هي ما بتصدق ان يعني تسمع اي اخبار اي مشاكل داخل فرقه لا اساس لها من الصحه. فده وضع طبيعي، انت بقالك فترة كبيرة جدا بتاخد كل حاجة، السنة اللي فاتت محقق العلامة الكاملة، أداء النادي الأهلي بمجموعة السكواد الكامل للفريق، عندك 25 لاعب
راجل بيعمل فيهم روتيشن، ده مش موجود في اي فرقه. فريق بيحقق كل حاجه، في استقرار بشكل كبير جدا اداري وفني وعلى مستوى اللعيبه، ما فيش مشاكل على مدار سنوات كتيره. فطبيعي ان انت اول ما يحصل تذبذب في الاداء هتلاقي الانتقادات السلبيه، لكن مهم جدا ان الجهاز الفني باللعيبه، ودي دور اللعيبه الكبيره ان هي تقفل على الفرقه بشكل جيد. ودايما هنا كابتن نادي الاهلي ممكن بعض الشيء او بعض الناس مش هتبقى حابه النادي الاهلي يمشي 4 5 سنين ورا بعض، لكن ده يرجع لمجلس الاداره والاستقرار اللي عامله مجلس الاداره مع الجهاز الفني، مع مستر كولر واللعيبه. زي ما قلت لحضرتك اللعيبه الكبيره عليها دور كبير جدا ان هي تقفل عن نفسها، وفعلا لما اللعيبه الكبيره بتقفل على اوضه اللبس كويس مع الجهاز الفني الاداء بيبقى افضل من كده. ودايما في الفترات دي انا بناشد اللعيبه ان هي تسد ودنها، يعني تسد ودنها، خصوصا السوشيال ميديا دلوقتي يا كابتن اسلام بقت متعمقه في كل حاجه. وهتلاقي حروب الكترونيه على مواقع، على بعض الاعلاميين، على بعض المعلقين اللي بتهاجم اداء النادي الاهلي. لكن ده اكيد مش هيأثر، هي دي مقومات البطوله. كل اللي انا بتكلم فيه ده مقومات البطوله موجوده داخل النادي الاهلي، عند الجهاز الفني، عند اللعيبه، عند مجلس الاداره. عشان كده كابتن الخطيب الفتره الاخيره كان حريص ان يعمل جلسه مع الجهاز الفني او مع مستر كولر، ودي انا شايف ان هي حاجه ايجابيه في الوقت المناسب اللي اختاره كابتن الخطيب. اعتقد ان شاء الله يكون دافع لمستر كولر بالجهاز الفني باللعيبه الفتره اللي جايه ان الفريق يستعيد اكبر قدر من شخصيه النادي الاهلي الفتره الاخيره. اعتقد دي هتبقى انطلاقه قويه الفتره اللي جايه ان شاء الله. مباراه بلوزداديوم الجمعه القادم، الكل ينتظر هذه المباراه. يعني لما بصينا على المجموعه من اول يوم قلنا الاقرب للمنافسه مع النادي الاهلي هو شباب بلوزداد. اكيد ما فيش شك فريق قوي، يمكن ما شفناهوش الفتره الاخيره او السنين السابقه ان هو على الساحه الرياضيه، لكن السنه دي مركزين بشكل كبير جدا. شباب بلوزداد فريق قوي، استعاد نفسه بشكل كبير، عنده مفاتيح لعب مهمه. اتمنى ان مستر كولر يكون دارس الفريق ده بشكل جيد، نقط القوه والضعف، ويقدر يشتغل عليها. ويمكن دي اللي بتميز حتى مستر كولر، ان مهم جدا ان يديك الافضليه دايما ان انت تدرس الفريق الخصم الكويس، بعكس ما كنا ممكن بنلعب فرق مبهمه شويه. لكن فريق شباب بلوزداد زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي ان هو كتاب مفتوح، عنده نقط قوه واي فريق بيشتغل عليها. اتمنى ان مستر كولر يكون دارس الفريق بشكل جيد، هو اعتقد هو الاقرب للاهلي في المنافسه لقوه شخصيه فريق شباب بلوزداد الفتره الاخيره. شايف الماتش ازاي؟ ماتش صعب، ماتش مهم. هو فريق شباب بلوزداد خسر في المباراه الاخيره او تعادل، خسر في المباراه من ميديما 2-1 في غانا، وبالتالي المباراه دي بالنسبه له برده مهمه جدا. اكيد ما فيش شك يا كابتن، هو بيلعب نادي الاهلي بره ملعبه، اكيد هيبقى في حرص شديد جدا. ما يميز النادي الاهلي هو كثره مفاتيح اللعب اللي عند مستر كولر اللي هو بيعتمد عليها، واللي ده انا بتمنى في اي مباراه ان هو دايما النادي الاهلي ان هو ياخد المبادره او يحسس الفريق الخصم ان انت خلاص انت جاي، انا من اول 10 دقائق او ربع ساعه واخد الافضليه. مهم جدا ان انا اول ربع ساعه ان انا احرز هدف، بلغه الكره كده اركب المباراه من بدايه المباراه. اعتقد ان ده اللي هيفرق مع لعيبه النادي الاهلي. اتمنى ان مفاتيح اللعب عند النادي الاهلي دي اللي معودانا عليها دايما الفرقه تكون في حالتها. هنا دايما يا كابتن اسلام بتكلم على حاله لعيبه النادي الاهلي، او الفتره الاخيره كنا ممكن بنتكلم بعض الشيء على اداء النادي الاهلي، هو حاله اللعيبه. حاله اللعيبه مهمه جدا ان انت تبقى داخل المباراه مركز بشكل كبير جدا، مستعيد اكبر قدر من مستواك الفني والبدني. كل العوامل دي هتديك الافضليه دايما مع خصم قوي. اكيد كيف يمكن مواجهه هذا الفريق؟ هذا الفريق زي ما قلنا بيلعب بشكل جيد، عنده حارس مرمى منتخب الجزائر رايس مبولحي، واحد من الاسماء الكبيره جدا في المنتخب الجزائري ايضا، وبالتالي انت هتلاقي فريق اقل منك من الناحيه الفنيه، ولكن عنده روح كبيره جدا وعايز يكسبك. أكيد حتى هنا في القاهرة يعني أكيد. أنا خلينا نتكلم فنيا، يلعب إزاي؟ يعني معروف الفرق الجزائرية بتلعب بتعتمد بره أرضها على تقفيل مساحات،
هتقفل كويس وتلعب على الهجمه المرتده، ده الطبيعي. ده اللي انا بتوقعه، ان مش هيلعب جيم مفتوح امام النادي الاهلي، لان هو عارف خطوره النادي الاهلي كويس، عارف النادي الاهلي عنده اطراف الملعب جيده جدا، سواء عن طريق الباكين او عن طريق الهافين او من قلب الملعب، سواء لما بيلعب امام عاشور او قفشه بيقدر يخترقه من قلب الملعب مع تحركات كهرباء. اكيد زي ما قلت لحضرتك، اكيد فريق شباب بلوزداد دارس النادي الاهلي كويس، عشان كده هيبقى في حرص شديد جدا، هيبقى في تقفيل مساحات، ممكن بعض الشيء يلعب على كونتر اتاك، لكن زي ما بقول لحضرتك ممكن هنا اللي يفك اللغز شويه يبقى في تحرر من فريق شباب بلوزداد لو استقبل هدف من النادي الاهلي. اعتقد الهدف البدري هتبقى اريح، يعني اعتقد ان الامور هتبقى اريح للنادي الاهلي مع فرض اسلوب اللعب اللي انا دايما بناشد بيه مستر كولر باللعيبه، ان انت دايما فريق صغير بتلعب فريق صغير فريق كبير، سواء داخل ملعب او خارج الملعب، مهم جدا ان انت كنادي اهلي انت بتنزل تفرض اسلوب لعبك، وده اللي انا بتمناه في المباراه اللي جايه. اكيد مواجهه سويسريه برازيليه من خارج الخطوط ما بين كولر وباكيتا. باكيتا واحد من المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين قبل كده ودرب الزمالك حتى ولو فتره بسيطه، ولكن يعلم كره القدم المصريه. هل ده هيفرق؟ اكيد يا كابتن، زي ما بقول لحضرتك اكيد الراجل لعب امام النادي الاهلي ممكن مش كتير، لكن زي ما بقول لحضرتك مفاتيح اللعب عند النادي الاهلي معروفه، قلب الملعب عند النادي الاهلي معروف. بيفرقش ان المدير الفني يبقى عارف قبل كده او لعب او مسك قبل كده؟ بيفرق يا كابتن بشكل كبير. بيفرق بشكل كبير، ودلوقتي على مستوى افريقيا يا كابتن خلاص بقى النادي الاهلي معلوم تشكيله مين، بقى معروف مين في خط الظهر مين في قلب الملعب، الراجل مثبت التشكيل بشكل كبير. لكن من الظواهر الايجابيه ان الراجل بيعمل روتيشن في بعض الاماكن، وفعلا اللعيبه اللي بتبقى بتنزل بتضيف لخط هجوم النادي الاهلي الفتره الاخيره، ومن برستاو اعتقد ان هو من اهم اللعيبه في النادي الاهلي الفتره الاخيره اللي فارق مع اداء النادي الاهلي بشكل كبير جدا، زائد البوزيشن بتاع كهربا اعتقد ان بيؤدي فيه بشكل جيد جدا، وده اكيد بيحصل عليه رقابه شديده جدا. في الحاله دي الراجل بيقدر يستغل الطرفين الملعب، سواء عن طريق طاهر لما بيلعب، سواء عن طريق بيرستاو لما بيلعب، حسين الشحات لما بيلعب، مع ممكن تغيير عبد القادر. اعتقد برضو ان غياب رضا سليم فارق طبعاً. فارق مع خط هجوم النادي الاهلي، لكن اتمنى ان هو يرجع بالسلامه يضيف لخط هجوم النادي الاهلي تاني ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عندنا مشكله من ضمن السلبيات، لانه احنا دايما بنيجي بنتكلم في كل الامور، فمن ضمن هذه السلبيات ظاهره اهدار الفرص الحقيقه اللي اصبحت جمهور الاهلي بيقلق منها شويه. ممكن يعمل ايه في خلال هذا الاسبوع علشان يغير من هذا الشكل؟ يمكن دي مشكله برضه كابتن اسلام، ان انت ضيق الوقت مش هتقدر تدي فرصه ان انت تشتغل مع بعض اللعيبه لتمارين تخصصيه. يمكن ده ضغط المباريات اللي يمكن كان موجود الفتره الاخيره، لكن اعتقد ان بعض اللعيبه مهم جدا من نص فرصه، وده اللي انا كنت بتكلم فيه عن كهربا، وده ما يميز كهربا ان هو من نص فرصه ممكن يقدر يحرز لك هدف، لكن زي ما معودنا دايما لعيبه النادي الاهلي ان هي بتوصل كتير، فمهم جدا على بعض اللعيبه التركيز بشكل اكبر على انهاء الهجمات. في بعض المباريات مش هتستحمل ان انت تضيع فرصه او اتنين، لان زي ما قلت لحضرتك كل الفرق دارسه النادي الاهلي كويس، بتقدر تقفل مساحات. صحيح. ممكن النادي الاهلي بيواجه صعوبات شويه لما بيحصل تكتلات من اي فريق بيلاعب النادي الاهلي، سواء من على اطراف الملعب يبقى في كرات عرضيه اكتر، سواء عن طريق محمد هاني او عند علي معلول او كريم الدبيس لما بيلعب. اعتقد ان الصعوبه اللي هيواجهها النادي الاهلي شويه ان بعض الفرق اللي بتتكتل دفاعيا بتواجه صعوبه، عشان كده مهم جدا من نص فرصه، وان احنا نقدر نستغل الكور الثابته. ممكن الراجل في الحالات دي يشتغل على الكور الثابته كويس، وده كان ما يميز النادي الاهلي. الكور الثابته السنه اللي فاتت كانت بتميز النادي الاهلي عن طريق علي معلول مثلا ومحمد عبد المنعم في حاله الزياده العدديه اللي بيعملها، فاتمنى ان الراجل يبقى عنده البدايل. ممكن لو ما فيش فرص بتتيح للفيرود او اطراف الملعب، مهم جدا التركيز على الكور الثابته، ده اللي هيفرق مع اداء النادي الاهلي. ومن الناحيه الدفاعيه اصابه محمد عبد المنعم للمباراه الثانيه اعتقد او الثالثه على التوالي، هل من الممكن ان تؤثر الثانيه؟ هل من الممكن ان تؤثر؟ اعتقد لان ممكن تاثر بعض الشيء، لكن وجود ياسر ورامي يمكن هما ما لعبوش مع بعض كتير، هي ممكن تؤثر للسبب ده. الحمد لله ياسر نزل النهارده التمرين. اعتقد ان دايما اللي كان بيتغير كان عبد المنعم ثابت وبيتغير، سواء ياسر ممكن يلعب جنبه او رامي ربيعه، كان بيحصل كيمياء بشكل كبير جدا بين اي حد كان بيلعب جنب عبد المنعم، لكن ممكن ياسر وربيعه ممكن نفس طريقه اللعب شويه،
لان عبد المنعم عنده السرعه ممكن بيقدر ينزل تحت شويه، لكن اتمنى ان يبقى في هرموني او انسجام بين رامي وبين ياسر، ده هيفرق مع خط ظهر النادي الاهلي. مهمه جدا هنا الدور كبير على الشناوي ان هو يتكلم معاهم طول فتره المباراه، يعلي عندهم حته التركيز. الدور كبير على الشناوي، اتمنى ان هو يبقى من وراهم لامم الدنيا بشكل كبير، حته الترحيل من على اطراف الملعب سواء عن طريق هاني لما بيضم كويس او اكرم لما بيلعب، ده هيسهل الامور على ياسر وعلى رامي ان شاء الله في المباراه. الكرات العرضيه ايضا اصبحت في بعض الاوقات بتمثل ضدنا او بتشكل خطرا علينا. دي اللي انا بتمناها، ان احنا ممكن يبقى في نقط ضعف عندنا شويه اللي هي الكرات العرضيه. زي ما قلت لحضرتك الضيق الوقت مش هيخلي الراجل ان هو يشتغل على السلبيات. هو لازم هنا يعمل سواء دفاعيا او هجوميا، لازم يعمل تخصصيه يعني تمارين تخصصيه مع المدافعين او مع المهاجمين. طبعا ده مهم. زمان احنا كان في كوره بنعملها كده، قعدنا خمس سنين خمس سنين تكتيك هو بنكسب بيه لكن انا اقصد اقول لك على انه الناحيه الدفاعيه كان يوقفونا زمان. يعني انا مش عارف انت حضرت القصه دي. دافع على المساحه. نعم، يقول لك دافع على المساحه مش على الفرق. كان حد يقف 10 لعيبه تقف في نص الملعب واثنين يقفوا مثلا ورا، والكره تتلعب لهم طويله عاليه قوي، يطلع يعملها بدماغه يحطها البعيد. التمرين كان على نص الملعب جدا. تطلع على بوز ال 18 او على على خط ال 18 كده، وبعدين يحطها لك في البعيد تجري شويه تعملها بشمالك تجري بيمينك تعملها تاكلينج لبره. ما زي ما قلت لحضرتك ده عايز قوه بدنيه. كنا عايشين عليها الحاجات دي. طبعا الامور تطورت هناك، لكن انا فاكر ان احنا كنا دايما جوزيبي او لا كان قبل جوزيه كمان كان مع مستر مانويل كان بيعملها. كان مانويل بيعملها مع مستر مانويل بيعملها زائد التمرين المانتومان. غير المانتومان دي دي مانتومان دي كانت قاتله. بس كانت حاجات دي تقريبا تخصصيه اكتر للمدافعين والمهاجمين. اهي هي دي هي دي كانت الاثنين مع بعض. دي بس انا زي ما بقول لحضرتك ضيق الوقت اللي انت بتلعب كل اربع ايام مباراه زائد الضغط المباريات مع اللعيبه بيسبب عليهم اجهاد بشكل كبير جدا، لكن التمارين التخصصي دي بتحتاج قوه بدنيه في فترات ممكن راحه او توقف. ف لانها يعني هي فيها مجهود بدني كبير، مجهود بدني قوي مجهود جدا، بدني وجنبات وجنبات وكرات عرضيه. صحيح. وبتطلع تجري على 18 انت تطلع الكره ايوه ممكن على طرف من اطراف الملعب. كانت بتعمل دقيقتين لكل لعيب لو انا فاكر. دقيقتين بالظبط. دقيقتين لا وتكرر تاني، دقيقتين وتريح وترجع تكرر بدل لعيب تاني. فاعتقد لا كان فيها حمل بدني بشكل كبير. بس هو ده المطلوب بيني وبينك. يعني هي دي الكرات اللي كانت بتخلينا نبقى فاهمين كمدافعين يعني، او تخلي اللعيبه كمدافعين فاهمين الدنيا كانت عامله ازاي. احنا كنا بتبقى ماسك الراس حربه، كان يحط راس حربه تبقى ماسكه يعملها ويقعد يتحرك بيها وتفضل وراه تتحرك معاه. هو ممكن يا كابتن اسلام ممكن دي اللي بيتلخبط فيها مدافعين نادي الاهلي شويه، ان هو دايما بيبقى ملازم الفيرود، لكن احنا مع مستر مانو لو كان دافع مفيش حد بيلازم فيرود على مساحه بيلعب على مكان. انا فاهم ده اللي مهم جدا زي ما حضرتك قلت، ان انت انا بدافع عن المكان. المكان أيوة. بتاعي خلاص انا عارف ان ياسر واخد الاولانيه ورامي واخد البعيده، زائد اللي بيعمل مثلا ان هو بيلم من على ال 18 سوا مروان عطيه، زائد ان عبد المنعم ممكن بياخد المساحه كلها حتى لما كان بيلعب بيقدر يستعمل. صحيح. يستغل الكور العاليه. فاتمنى هنا يبقى التركيز بشكل اكبر على النقط دي، لان هي هتفرق مع ده النادي الاهلي، ودي اللي بيقدر يستغلها اي فريق ضد النادي، لكن اي كرات تانية ما بتسببش مشاكل على النادي الاهلي. هنكمل كلامنا ولكن خلونا نطلع فاصل اعلاني، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد، مجموعه النادي الاهلي هل كنت تتوقع ان يحدث فيها هذه الاثاره؟ اكيد ده اللي توقعناه قبل الـ حتى وضع المجموعه، يعني بعد ما اتحطت المجموعه اكيد فرق على ملاعبها تبقى مواجهات صعبه. يعني هزيمه شباب بلوزداد من ميديا ما دي يمكن يعني غيرت الدنيا شويه، ممكن ما حدش متوقعها. كله كان متوقع ان شباب بلوزداد هو اللي يكسب، لكن زي ما بقول لحضرتك يا كابتن اسلام دلوقتي لو انت هتواجه صعوبه او لو هتواجه صعوبه مع فرق ممكن فريق ميدياما مش مبهم فنيا لاي فريق بيلعبه، عشان كده هنا مدى الصعوبه لاي فريق هيلاعب ميدياما او اي فريق هيلاعب من الفرق المبهمه على مستوى افريقيا، ان انت ما تعرفش مين عندهم نقط القوه ونقط الضعف اللي انت تقدر تشتغل عليها، عشان كده ممكن هنا الفرقه بتواجه صعوبه، واكيد واجهت صعوبه امام شباب بلوزداد وده اللي حقق النتيجه السلبيه مع شباب بلوزداد،
ضد ميدياما، وده اللي انا بتمناه، ان الاخطاء دي ما يقعش فيها مستر كولر، ان انت مهم جدا الفرقه دي على قدر الامكان ان انت تقدر تعرف نقط القوة والضعف عندها، ده اللي هيفرق معاه بشكل كبير. لكن اللي ما يميز الفرق كلها، كل الفرق اللي في مجموعة النادي الأهلي، هي اللي خارج الملعب. خارج الملعب فرق بتقدر تلعب على كونتر اتاك كويس، بتقدر تقفل مساحات بشكل كويس، فرق متعودة على ملاعبها، الأجواء عندها بتقدر تستغل الموضوع ده بشكل كويس. فأعتقد إن الصعوبة تبقى خارج الملعب مش الماتشات اللي هنا. يعني أصبح ميدياما دلوقتي بالنسبة لك شايفه فنيا، شايفه بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لكل المجموعة، بالنسبة حتى المدير الفني مستر مارسيل كولر، هل بتشوف أن ميدياما فريق جيد؟ يعني أنا الحقيقة لما اتفرجت على المباراة، فريق جيد بيعرف ينقي الكرة كويس، ولكن مستواه فنيا أقل من المتوسط. هو أقل بس فريق منظم، يعني فريق منظم. وهنا ممكن اللي بيواجه الصعوبة شوية أمام النادي الأهلي، لو زي ما قلت لحضرتك هتلاقي في تكتلات دفاعية، هتلاقي فريق منظم أمام النادي الأهلي. عشان كده مهم جدا استراتيجية اللعب، لأن دايما الفترات الأخيرة مستر كولر بيلعب على طرفين الملعب، فممكن أي فريق هيقفل طرفين الملعب لمستر كولر. مهم جدا إن أنت تستغل قلب الملعب، ودي اللي بيتميز بيها امام عاشور في حته الانطلاقه الهجوميه او النقله. برايك كيف مستوى امام عاشور يا احمد خلال هذه الفتره، يعني او منذ قدومه للنادي الاهلي؟ انا بشوف ان امام فارق جدا مع اداء النادي الاهلي، يعني ماشي بشكل فني رائع الحقيقه، ماشي بشكل جيد، وده اللي كان متوقع لامام. لان انا زي ما اتكلمت، انا يمكن كواليتي امام او نوعيه اللعيبه بتاعت امام، يمكن انا بقالي مثلا بتاع 10 سنين ما شفتش كواليتي لعيب كده زي امام عاشور. فعشان كده فارق مع ده النادي الاهلي بشكل كبير، مدي افضليه دايما للفريق، بيقدر ينقلك فاقل عدد من الباصات من الحاله الهجوميه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. لعيب بيلعب برجله الاثنين كويس، بيقدر يعمل الزياده العدديه، ممكن بيعمل لك اسيست. لا، كواليتي لعيب مختلف، فارق جدا مع اداء النادي الاهلي. زائد ان امام دايما يا كابتن اسلام ان هو عنده مرونه تكتيكيه، ممكن يلعب 8 وممكن يلعب لك رقم 6، وممكن حتى تلعبه على طرف من الاطراف الملعب. فده اللي بيميز امام، زائد ان حصل انسجام بشكل كبير جدا بينه وبين علي وبين حسين الشحات. ممكن حتى في التغييره لما بينزل قفشه وامام موجود، بيحصل حته الاختراق من قلب الملعب، بيقدر يصوب من على ال 18. لا، كواليتي لعيب مختلف وفارق مع اداء هجوم النادي الاهلي. مش معنى ان انا اخرجه ما بين الشوطين الماتش اللي فات ان انا متخانق معايا مثلا، او ان انا مش طايقه، صح؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى كابتن اسلام. لا، او حتى انا مثلا خرجت مثلا مباراه بره، فلا انا كده مش محتاج امام، وامام خارج حساباتي والكلام ده، فبطمن الناس يعني. والله انا بسمع حاجات غريبه يا احمد والله. لا، حاجة صعبة قوي يا كابتن صراحة. لا، هتسمع زي يعني انت برضه؟ انا بسمع بسمع بس بسد ودني والله. والله ما اقدرش، انت لازم ترد، لانه الحقيقة كلام مش منطقي، حتى يعني حتى للمستمع وجهة نظري او للمشاهد كلام مش منطقي، لا يصح ان يقال. ممكن جدا انتقد فنيا، اقول انا مش عاجبني احمد عادل. احمد عادل ده لعيب وحش، ما بيعرفش يرفع، ما بيعرفش يباصي، ما بيعرفش اي حاجة، انتقد في اداء اي حاجة كده، اداء اللاعب يعني. ولكن ما اعملش فيلم، ما تنتقدش في السياسه. انت سمعت المقدمه، او لو انت جيت متاخر كنت جاي في طريق. النهارده في خبر ان مانشستر يونايتد قبل مباراه تشيلسي اللي هي بكره او الايام اللي جايه يعني، هيوقف 4 من الصحفيين اللي موجودين في مؤسسات معينه، وقالوا اسماء الاربع مؤسسات. ليه؟ عشان الاربع صحفيين دول كتبوا في الجرايد بتاعتهم او في المواقع بتاعتهم ان في مشكله ما بين تنهاج المدير الفني لمانشستر يونايتد وما بين بعض اللاعبين. فهنا قال لك انا مش معترض ان انت تكتب الخبر، اكتب الخبر زي ما انت عايز، ده في بيان رسمي من مانشستر يونايتد وانا جبته. قال له انا ما عنديش مشكله ان انت تكتب الخبر اللي انت عايزه، ولكن اديني فرصتي في ان انا ارد. انت حتى ما كلمتنيش قلت لي رد على الكلام ده، هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ طب لو جم قعدوا هنا وشافوا الكلام اللي بيتقال، وشافوا الراجل المهرج اللي يطلع يقول لك اصل هو محمد هاني متجوز، ولا ده متجوز جديد، ولا ايه، ولا امام عاشور اللي مش قادر يمشي، ولا مش عارف مين اللي بيعمل ايه. عيب. الموضوع ده عيب جدا، وعيب على القنوات اللي بتطلعها دي للاسف. يعني عيب على الناس اللي بتطلع الكلام دوت. لان كابتن اسلام بص، نفس الموقف بالظبط يمكن حصل وانا موجود داخل النادي الاهلي، يمكن نفس السنه حصل سنه 2007 مع كابتن حسام بدر لما كان ماسك مدير كوره ومدرب عام، ان احد الصحفيين كنا احنا بنهرج في الاوضه زي ما بنهرج دايما، عادي عادي جدا.
فالراجل قال طلع كتب تاني يوم ان في الفاظ خارجه من غرفه النادي الاهلي او من بعض اللعيبه، بس ما ذكرش اسماء اللعيبه يعني، الفاظ خارجه وكده. فانا فوجئت تاني يوم ان فعلا هم كانوا 2 صحفيين، ان كان في جلسه جمعت بينه وبين كابتن حسام بدري وقال له الكلام ده مش عندنا في النادي الاهلي لو هتلتزم بالامور الداخليه، وكان هزار عادي جدا، لكن ده رولز كابتن للفرق الكبيره، وده بيدل على قيمه النادي الاهلي. لا بس هنا صح عندك حق، ولكن انا هنا بتكلم عن الخبر ده. تخيل لو الخبر ده النادي الاهلي عامله، قال لك بكره احمد عادل هو في قناه الاهلي واسلام الشاطر هو في قناه الاهلي، انا مش عايزهم يخشوا النادي الاهلي لان هم ما ادونيش الفرصه في ان انا ارد، مش في قناه الاهلي يعني، انا بتكلم يعني لو في اي قناه اخرى، بس انا مش عايز اجيب سيره قنوات اخرى، انا بتكلم على قناه الاهلي. تخيل لو ده حصل في الاهلي، في الاهلي عمله، لا الدنيا هيحصل ايه؟ الدنيا هتقوم مش هتقعد، مش عارف حريه مش عارف حريه الراي وحريه الحديث وحريه كل حاجه. لكن يا كابتن اسلام دايما دايما هنا دايما احنا يعني لازم نرد، يعني لازم نرد على كل الكلام دوت لانه ملوش اساس من الصحه، زائد عيب يعني عيب الكلام ده، لان اللعيبه دي عندها اسر يا كابتن اسلام، اللعيبه دي عندها اهل، اللعيبه دي عندها اخوات، فطبيعي يعني عيب، عيب جدا، عيب جدا ان انت تطلعوا تتكلموا في الحاجات دي. لكن زي ما قلت قيمتك انت النادي الاهلي في المواقف الكبيره، او ان انت ازاي تتصدى للكلام دوت، والنادي الاهلي عنده كتير قوي ان هو يرد. صحيح. تاريخه بيرد عنه، التاريخ اللي عاملاه لعيبه النادي الاهلي بالمجلس الاداره، حتى بقوه شخصيه الجهاز الفني، طبيعي ان اي حد ممكن غير مش حتى لازم نقول مسؤول يطلع يرد، في كتير قوي هيرد يا كابتن اسلام، لان النادي الاهلي قيمته كبيره جدا. حقيقي. وكيانه كبير جدا، مش على مستوى مصر بس، بل على مستوى الوطن العربي وافريقيا. مستوى التحكيم في البطوله الافريقيه بالنسبه لي علامه استفهام حتى الان. اكيد هو بيأثر على بعض، وده اللي اتكلمنا فيه كابتن اسلام يمكن من حلقتين مع حضرتك كده، لا بيأثر على المباريات، بيأثر حتى على نتائج النادي الاهلي، وده اللي دايما بنناشد بيه الاتحاد الافريقي او بنناشد بيه البطولات المهمه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، ان خلاص ان احنا يعني مهم جدا التطوير التحكيم، لان هو بيأثر على نتائج النادي الاهلي، لان دايما يا كابتن اسلام النادي الاهلي هو بيلعب على البطوله. لا بيأثر على نتائج البطوله كلها يا احمد، يعني انا برضو دايما انا كل يوم بسأل السؤال ده وبتكلم في هذا الامر كل يوم كل يوم، لانه انا ازاي العب نص بطوله بفار ونص التاني من غير فار؟ غريبه جدا بالنسبه لي. يعني انت بكره لا قدر الله في المباراه القادمه لو الحكم اخطا في المباراه القادمه لا يوجد مراجعه للحكم. ما حصلت يا كابتن اسلام، ما حصلت معانا مع النادي الاهلي، ما حصلت. انا بضرب مثال بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي دايما يا كابتن اسلام هو الطموح والهدف عنده، يمكن بيتكلم في 95% ان خلاص النادي الاهلي داخل البطوله دي هيحقق البطوله، فمش مستحمله خطا تحكيمي ما فيهوش فار. ده اللي احنا بنتكلم فيه، وحصلت مع النادي الاهلي في ضربات جزاء، وحصلت مع النادي الاهلي في فاولات، وحصل مع ضربات مع النادي الاهلي في انذارات او حالات طرد. اعتقد اتمنى زي ما حضرتك بتناشد كده التحكيم في افريقيا، اتمنى يبقى في تطور للتحكيم في افريقيا، لان خلاص انت ادام انتوا بتعملوا مسابقات بتطور من الكره الافريقيه، مهم جدا يبقى في الخط الموازي يحصل تطور في الاداء التحكيمي على مستوى افريقيا، ده هيفرق مع البطوله اكيد. طيب برضو خلينا ننتقل الى الدوري. الحقيقه الدوري المصري حتى النهارده في مباراه سيراميكا وامبي، مباراه رائعه، مباراه حلوه، 4-2 سيراميكا كسبان 3-1 4-1 4-2، مباراه حلوه. النهارده الاسماعيلي فاز او بيعود للفوز بعد خسارتين متتاليتين او ثلاثه ورا بعض، وفاز على البنك الاهلي بهدفين مقابل هدف. بقيه المباريات الحقيقه مباريات جيده، طلائع الجيش النهارده الصبح بيفوز او الظهر يعني الساعه 4 بيفوز على نادي بلديه المحله بهدفين مقابل لا شيء، وتحيه كبيره للكابتن عبد الحميد بسيوني، هذا النجم الرائع والنجم الخلوق الحقيقه، المدير الفني الرائع لفريق طلائع الجيش، لانه عامل حاجه وعامل حاله الحقيقه في فريق طلائع الجيش. الدوري المصري بشكل عام حتى هذه الايام ماشي بخطه جيده جدا. ده كانت كل حاجة اللي يعني. كنا بنتوقعه يعني، ده اللي كنا بنتوقعه، فضل الجماهير بس يا احمد، فده مهم يعني، حته الجماهيريه دي ممكن هناخد منها بعض الوقت شويه، ان مهم جدا الدعم الجماهيري لكل الفرق الجماهيريه. بلديه المحله صعد وليه قاعده جماهيريه كبيره جدا، هيفرق مع ادائه. بشوف ان برغم الخساره النهارده بلديه المحله، لكن احمد عبد الرؤوف مع الجهاز الفني مع مجلس الاداره
مع اللعيبه مادي بشكل جيد، وانا توقعت ان هو يبقى الحصان الاسود في البطوله. بنتكلم في اداء اكتر من رائع لزد ومنظومه زد مع كابتن مجدي عبد العاطي وبالجهاز الفني باللعيبه وحفاظه على القوام الاساسي للفرقه، مديله استقرار بشكل كبير. مكسب الاسماعيلي النهارده يمكن بيستعيد ثقه الجماهير تاني اللي داعمه بشكل كبير جدا لاداء النادي الاسماعيلي. اتمنى ان مع الجهاز الفني ان هو يبني على المكسب ده، يديله دافع كبير جدا. مكسب النهارده طلائع الجيش مع كابتن عبد الحميد باسيوني زي ما حضرتك قلت، لا كل دي يا كابتن اسلام خلاص بقينا نسمع غير اهلي وزمالك واسماعيلي وانبي، لا بقينا نسمع سيراميكا وبنسمع زد وبلديه. ده بيدي قوه للدوري المصري حقيقي. ده بيدي حتى الاختيارات مستر فيتوريا على مستوى المنتخب قاعده من اللعيبه تبقى عندك بشكل اكبر ان انت تختار لمنتخب مصر. كل ده في صالح الكره المصريه، زائد الاداء التحكيمي اتمنى ان هو يبقى في بعض او في طول الوقت ان هو يبقى موفق بقله الاخطاء، وارد الاخطاء التحكيميه طبعاً في كل المباريات، لكن مهم جدا تطور الاداء التحكيمي عشان المنظومه كلها بشكل عام، ثبات البطوله او ثبات المواعيد وما يبقاش في مؤجلات كتيره زي ما بنشوف السنين اللي فاتت. اعتقد لا الشكل الدوري المصري بقى افضل، اكتر من فريق لما بيخش في المنافسه اعتقد ان الامور بتبقى افضل في احسن حاجه. ده كله بيصب في مصلحه الكره المصريه. بعيدا عن مين اللي هياخد الدوري، لانه كل احنا هنقول الاهلي ان شاء الله، لكن هل من الممكن ان نرى منافسه على ثالث وثاني وثالث ورابع، ولا برضه ستظل دائما الامور ما بين اهلي زمالك بيراميدز بيخش شويه فيوتشر لا؟ وجهه نظرك. وجهه نظري هتتكلم عن النادي الاهلي. وجهه نظري هتتكلم عن النادي الاهلي لان مقومات البطوله عند النادي الاهلي. ممكن فرق ثانيه هتكون مدعمه كل السكواد بتاعها، ممكن يبان قدام الناس ان هو لا في منافسه، لكن على ارض الواقع ما فيش تحقيق بطوله. مختلف. الموضوع مختلف تماما، حتى موجود عند اللعيبه، وده دايما بتكلم عن مقومات البطوله اللي هي داخل النادي الاهلي، لان هي موجوده في اوضه لبس النادي الاهلي، موجوده عند سياسه مجلس الاداره، موجوده عند الدوافع اللي عند الجهاز الفني. فاعتقد ان الكفه الارجح هي للنادي الاهلي، لكن على مستوى المنافسه ان بتحصل مثلا في بعض الفرق ممكن تتعادل مع النادي الاهلي، ممكن تبقى ند قوي للنادي الاهلي، لكن ما يميز النادي الاهلي هو النفس الطويل. ما يميز النادي الاهلي ان هو يقدر يحقق البطوله وعينه على البطوله، ممكن يتعادل مباراه او يخسر مباراه، لكن ده بيدي له دوافع اكبر للمباريات اللي جايه. فده ما يميز النادي الاهلي. زائد يا كابتن اسلام، انت سهل ان انت تحقق البطوله لكن صعب تحافظ عليها. صحيح. دي مقومات البطوله اللي عند النادي الاهلي، ان انت لما بتاخد البطوله بتقدر تحافظ عليها اربع خمس سنين ورا بعض، ست سبع سنين ورا بعض. فهنا ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي فريق تاني. اخيرا النادي الاهلي يوم الجمعه مباراه شباب بلوزداد، التشكيل اللي من وجهه نظرك احمد عادل يلعب بيه؟ انا بشوف الشناوي، ياسر ورامي، محمد هاني، يلعب كريم الدبيس في نص الملعب، مروان عطيه واليو ديانج وامام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا. نفس المجموعه نفس يعني اللي بدا بيها التشكيل، لكن ممكن انا بشوف ان الفتره الاخيره كان المجهود مضاعف على علي معلول، لان كتر خيره بقى له سبع سنين يا كابتن اسلام بيلعب بصفه مستمره. صحيح. وده اللي كنا بنتكلم فيه على علي، ان هو حتى لو مباريات وديه الناس بتلعبه، فهيجي وقت من الفترات مش هيقدر يستحمل كده. لكن اعتقد ان كريم الدبيس لما بياخد بيبقى مفتاح جيد للنادي الاهلي، لعيب مبشر، بيقدر يدافع بشكل جيد وبيهاجم بشكل جيد، ومهم جدا على طرف من اطراف الملعب ان انت تبقى مفتاح لعب، وكريم بيقدر يوصل وبيقدر يعمل كروس بشكل جيد. فاعتقد ان هو ممكن يبقى اضافه حتى لو خد من اول مباراه. نتمنى ان شاء الله ان يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه، هذه المباراه المهمه اللي الكل ينتظرها ان شاء الله يوم الجمعه القادم. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. بنستمتع دائما بوجودك حبيبي يا كابتن، من الحلقات اللي بستمتع بيها مع حضرتك. شكرا جزيلا للكابتن احمد عادل. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري، ولكن قبل الفاصل هيكون معانا تقرير عن جوله من الاخبار المحليه والعالميه، ومن بعد فاصل ومن بعد الفاصل الاساتذه جمال الزهيري ومحمود صبري في ضيافه البيت الكبير.
يواصل المارد الأحمر تحضيراته لمواجهته المقبلة التي سيستضيف فيها شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في الملعب. حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال فوزا مهما على المقاولون العرب بنتيجة 3 أشواط نظيفة ضمن منافسات دور الكرة الطائرة. وكان الأهلي قد أنهى مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي لبطولة الدوري في الصدارة بالعلامة الكاملة. حقق فريق ناشئي الأهلي لكرة القدم مواليد 2008 الفوز على ضيفه الزمالك ب3 أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الجمهورية. وبهذا الفوز رفع أهلي 2008 رصيده إلى 30 نقطة. كما حقق فريق الأهلي مواليد 2005 فوزا ثمينا على مودرن فيوتشر بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الجمهورية. سجل لاعبنا المتألق أحمد عبدين من ضربة رأس رائعة أسكنها شباك المنافس وقاد فريقه للفوز وحصد نقاط المباراة 3. أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البنية الرياضية المصرية جاهزة لاستضافة مختلف البطولات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية بفضل دعم القيادة السياسية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والتواصل مع الاتحاد الإفريقي للحصول على الموافقة النهائية من الاتحاد لاستضافة مصر لمنافسات دورة الألعاب الإفريقية 2027 بالتنسيق مع كل من اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية الأوكسا واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية أنوكا. حصد نجمنا المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2023 والمقدمة من رابطة مشجعي كرة القدم متقدما على النجم النرويجي إيرلينغ هالاند خلال حفل رسمي في لندن. احتل صلاح المرتبة الأولى في استطلاع رأي المشجعين متفوقا على نجوم كبار آخرين في البريمير ليج. واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صناعة التاريخ بعد أن توج بجائزة مجلة تايم الأمريكية لأفضل رياضي في العالم لعام 2023 بعد عام ناجح فاز خلاله بالكرة الذهبية 8. وتصدرت صورة ميسي بقميص فريقه إنتر ميامي الأمريكي غلاف المجلة الشهيرة وكتب عليها ليونيل ميسي أفضل رياضي في عام 2023. قدم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام وعدا إلى جماهير نادي ريال مدريد الإسباني بمواصلة بذل قصارى جهده مع النادي ومع منتخب إنجلترا لتحقيق الأهداف المرجوة بعد تتويجه بجائزة الفتى الذهبي جولدن بوي كأفضل موهبة شابة تحت 21 عاما والمقدمة من صحيفة توتو سبورت. وحطم بيلينغهام رقما قياسيا في تاريخ الجائزة بأكبر نسبة من الأصوات وتقدر ب 97%. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها لاعب من الميرينجي هذه الجائزة. دافع النجم الإيطالي بوفون عن مواطنه دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الذي يتعرض لانتقادات عديدة في الفترة الأخيرة. وأكد بوفون المعتزل مؤخرا أنه عندما تصنف دوناروما ستجده ضمن أفضل 3 حراس مرمى في العالم ومن الطبيعي أن تثار ضجة كبيرة مع كل خطأ يرتكبه. أعلن تشيليو مانويل بيليغريني مدرب نادي ريال بيتيس الإسباني عن تعرض نجم الفريق نبيل فقير لإصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري 2023.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذه الاستاذ جمال الزهير. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. الحمد لله تمام. الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ منور يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي. انا هبدا مع حضراتكم بحاجه غريبه حصلت النهارده، او مش غريبه. انا وجهت سؤال في بدايه الحلقه النهارده لاتحاد كره السله المصري. سؤالي كان لثلاث محاور. المحور الأول هو محور الجماهير، حيث أنه قرر اتحاد كرة السلة أن تكون مباراة نهائي دوري المرتبط ما بين النادي الأهلي ونادي سموحة 25 فرد لكل فريق. ده أولا، على الرغم من السنة اللي فاتت كان العدد أكبر من كده. ثانيا، هل من الممكن، معرفش حضراتكم أساتذتنا في هذا الأمر برضو، في أي نادي أو في أي لعبة رياضية تلعب مباراة الثالث والرابع بعد مباراة النهائي؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، لماذا يتم التأجيل ده لاتحاد كرة السلة بالمناسبة؟ وهم أصدقاء وناس محترمة جدا جدا، ولكن أسئلة وبنوجهها للأساتذة يردوا علينا، والاتحاد كرة السلة لو عد عايز يعمل مداخلة معانا ينور، يعني يقول لنا قد يكون هناك أسباب إحنا مش عارفينها. السؤال الثالث، لماذا يتم تأجيل مباراة سبورتنج ولم يتم تأجيل مباراة الأهلي، على الرغم من اللعيبة اللي خدهم منتخب مصر علشان يلعبوا في اللي هي الدورة الثلاثية أو البطولة الثلاثية في السلة، واحد من سبورتنج واحد من الأهلي بيلعبوا، فيتم الموافقة على طلب نادي سبورتنج بتأجيل المباراة يوم لتصبح المباراة ما بين الثالث والرابع لطرفها سبورتنج والاتحاد بعد مباراة الأول اللي هي الأول والثاني لطرفها الأهلي وسموحة. فالحقيقة أسئلة اتمنى ان يكون هناك رد من اتحاد السله عليها، ولو حضراتكم يا ريت الدكتور مجدي فريخه، مجدي ابو فريخه، يبقى او اي حد موجود في الاتحاد يرد على هذه التساؤلات. انما هي طبعا غريبه انه الثالث والرابع ده معروف انه هو في كل البطولات على مستوى العالم بيتلعب، حتى قبل لانه نهايه البطوله يوم يا الصبح يا في نفس اليوم ولا قبلها، يعني لا يعني قبلها يا اما في نفس اليوم يا اما ماتش بتاع 3 وماتش تاني 5 مثلا يا اما قبلها بيوم لو انت عندك وقت مثلا، لكن بعد دي غريبه شويه. فنتمنى طبعا، يعني احنا مش عاوزين يعني نقول افكار من دماغنا، لكن الحقيقه انه وضع غريب يستحق التوضيح من اتحاد كرة السلة. استاذ محمود، طبعا يستحق، ده علامات استفهام يا كابتن برضه. بالظبط، يعني انت لعبت السيمي فاينال الاهلي والاتحاد بجمهور الفرقتين كانوا موجودين وكان عدد كبير، وبعدين ده انت حضور الجمهور بيدي طعم للمباراه من حماس واثاره، وحتى لو في جمهور خرج واحنا رافضين، وانت عملت عقوبات، اصدرت عقوبات على جماهير نادي الاتحاد بعد اللي حصل في المباراه، ولو حصل من اي جمهور هيبقى في عقوبات وكله بيلتزم، مش مبرر انك تقول لي 25 و25، يعني ما يعني انت كده كانك بتجرد فريق من جمهوره، بتحرمه من الحاجات اللي هي دعم. هو سموحه برضه عنده جمهور وعنده ناس مؤيدين، مين قال انه ما عندوش؟ لا، واذا كان سواء ممكن هنا يقول لك ايه الامن، لكن الامن هنا اعتقد المباراه اهلي يعني وسموحه علاقات جيده عموما ما بين كل الانديه في مصر، والعلاقه اصلا لا يعني علاقه اهلي وسموحه علاقه واضحه وعلى المستوى القمه وعلى المستوى القاعده، ما فيهاش يعني الشحن، قايمه على اي قايمه على الاحترام مع كل الانديه، لكن انك انت تحط كده انت بتعمل علامات استفهام غير مبرره برضو يا كابتن. وبعد كده تلعب الفاينل اللي هو الحدث الاهم والمهم، وبعد كده تلعب ثالث ورابع، اطلع قول على طول في بيان رسمي انا عملت كده عشان عندي 1 2 3 4، والله انا عندي سبورتنج شايف عنده يعني مهمه، واللعب بتاعه ده مهم، النادي الاهلي اللعب بتاعه مش مهم، عنده بدايل، عنده كده، قول الكلام ده، خليك صريح. لكن انت كده ايه هنا بتعمل حزازيه وبتعمل بتحط نفسك في دايره اتهام غير مطلوبه. واعتقد انه يعني 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 اتحاد الباسكت مش عاوزين نقول انك انت لازم يكون ليك ممثل عشان تاخد حقك، يبقى انت اللعبه بتدير على حساب انديه. لا بالعكس، كلها ناس كويسه جدا، كلها ناس يعني اقول الدكتور مجدي راجل محترم وقائم. انا بس دي تساؤلات انا بسالها ليه؟ قد يكون هم عندهم رد على انا بقول لحضرتك يا اسلام، والله الامن هو اللي قرر كده. خلاص احنا بقول لك يجنب نفسك الدخول في دايره الشك والاتهام، انك انت يطلع قول يا جماعه انا عملت كده عشان 1 2 3 4، هيقول لك شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي، الاتحاد الانجليزي الدنيا هاجت على اللي حصل في ماتش توتنهام والسيتي، طلع وبتاع والتصرفات من اللاعب مع الحكم، طلع الاتحاد الانجليزي تاني يوم قال لك ايه، نطالب لاعبه واداره فريق يشرحوا لنا
ليه حطوا الحكم في دايره وعملوا معاه كذا التصرف غير مقبول. واحد عايز اقول لك ايه يعني الناس شوف 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 الحكم وارتكبوا الخطا. البيانات والدوري الانجليزي النهارده انا لسه كنت بقول للكابتن احمد عادل مانشستر يونايتد منع 4 من المؤسسات الصحفيه الكبار الدخول في اي مؤتمر صحفي للمدير الفني تنهاك. واوضحوا السبب في بيان رسمي قال لك لانه هم اولا قالوا خبر كاذب عن ان هناك علاقات ليست جيده ما بين المدير الفني وبعض اللاعبين من الصفقات الجديده. فهنا بيشكك يعني في الصفقات الجديده واللاعبين. خلاص؟ فهنا قال لك انا ما عنديش مشكله ان انت تكتب الخبر ولكن انت ما رجعتش للمسؤول عندي وسالته وما اديتنيش الفرصه لا ما اديتنيش الفرصه ان انا ارد. تخيل لو النادي الاهلي اللي عمل كده. على الرغم من كمية الإشاعات الكبيرة جدا جدا اللي لم بتطلق يصدر قرار بهذا الشكل اللي بتطلق على النادي الأهلي يوميا وحسأل حضراتكم فيها من الناحية. بص كابتن أصول التعامل بين الإعلام والأندية ساعتها كانوا قالوا إيه؟ لا يعني هي في أصول لا في أصول للتعامل بين الإعلام والأندية صحيح ويا سودة أساسا المفروض الاحترام طبعا يعني ما فيش حاجة اسم إنه الإعلام يتغول في مناقشة أشياء لا يملك المعلومات الكافية عنها واخد بالك يعني لازم يكون فيها موقف فعلا في اجتهاد وكده لكن في الإدارة أمال بقى على رأيك الأهلي بقى اللي بيتعرض يعني وكأننا وكأن الفريق خرج من البطولة خرج من كل البطولات أو خرج من كل البطولات يعني برضو شيء غير منطقي صحيح أن يتم يعني عارف انه فرقه النادي الاهلي هي اللي وحشه في القصه دي كلها حقيقي مع علما بان النتائج حتى الان فوز في القاهره على ميدياما ثم تعادل هناك وكان فوز وكنا اقرب للفوز ومع ذلك طلع الناس يقولوا ايه الفريق بينهار كولر مش عارف يسيطر العلاقه بينه وبين حضرتك ده انت حضرتك رحت في في حته كمان وعاوز اقول لك انك انت استعجلت في الدخول ده الاهلي خسر من نادي الزمالك في مباراه مواليد 2003 ايوه ما هو لسه كان بيتكلم كمان الاعلام كافه وكانها كانت مباراه نهائيه وتغطيه وتحليل وكلام واجمالي رائع الاهلي فاز النهارده على الزمالك احنا بس 3-2 في مواليد عارف كذا ولا تسمع هنا فارق استاذ محمود هنا فارق كبير يا كابتن صح وهخليك تكمل ولكن انا عملت ايه؟ انا عمري ما بعمل كده لان احنا عندنا برنامج متخصص برنامج كابتن اسامة حسني بيعمله اشبال متخصص في الناشئين فانا بدات الحلقه بايه النهارده؟ ما هو انا بعد اللي انا شفته امبارح بداته بنتيجه فوز بداته بالخبر ده ان الاهلي فاز على الزمالك 3-2 مع انه على انا عمري ما بعمل كده امر طبيعي جدا ولكن عشان اوصل للنقطه اللي حضرتك بتقولها هي ايه؟ تهويل يا جماعه ده ايه المشكله؟ وايه اللي حصل؟ تهويل وصناعه صناعه بتتم يعني بمعنى البلدي قطتك جمل جمل صح يعني عايز اقول لك على حاجه وخلينا نقول يعني واقعيين بامانه شديده ودي عملت دايره كبيره جدا مسؤول عنها اتحاد الكوره والقائمين عليه. طيب تدخل روي فيتوريا هو انت بتسمع الاحداث ليه يا ريس؟ ما انا عايز اسال برضه انا مذيع وعايز اسال تدخل تدخل خلاص خلاص تدخل روي فيتوريا في ازمه نادي الزمالك مع مثلا القيد في انه هو يتدخل ويتواصل. السؤال ماذا لو كان النادي الاهلي طلب رسميه من روي فيتوريا وفنجادا وغيرهم وكل البرتغاليين لا فنجادا انا ممكن لا انا بضرب لك مثل يعني روي فيتوريا المدير الفني تحديدا طلب منه التدخل فنجادا خلاص لحل ازمه كهرباء مع قافش البرتغالي قافش البرتغالي والكلام ده بدون مبالغه يا نهار ابيض ما كانت واتحاد كرة القدم يجامل النادي الاهلي نادي الدولة ونادي كذا ونادي كذا ونادي كذا يعني عاوز اقول ايه؟ خلي الناس برضو يعني يكون عندها نوع من العقلانيه والحد وتبص على الفارق. يعني لم يصدر حتى من النادي الاهلي ولا القائمين، ده قاعدين بس بيتفرجوا بيشوفوا المسؤولين المشهد، ما حدش اتكلم، اذا كان اتكلم فاتكلم هو ايه؟ الجمهور النادي الاهلي، الاعلام باصص بتاع النادي شايف المشهد عامل ازاي؟ ما طلعش يقعدوا مجلس اداره قال لك ده حصل كذا كذا، زي عضو مجلس اداره طالع في الزمالك اتكلم عن الاهلي ما حدش جاب سيرته، بيدخل نفسه طرف بيبحث عن دور عشان تقول له كلمه عشان ايه؟ يخش في الترند ويعمل فيها ان انا موجود والبطل اللي بدافع، يعني عاوز اقول يا جماعه بحسابات اخرى الرؤيه واضحه،
التضليل واضح ومحاولة يعني صناعة بطولة من أو أبطال، يعني عاوز أقول إيه، أبطال من حقك تبقى بطل بس ما تبقاش أبطال وهميين، والكلام عن فوز على المباراة في مسابقة أصبح أمر وكأنه ده نهاية وخلاص والدنيا انتهت، ما تبقاش الأمور بهذه الحسبة. لا خليني برضه نبقى محددين، أنا بالنسبة لي نادي إكس وفي زد، نادي اكس يعمل اللي هو عايزه، يعني اكس او واي بلاش اكس او واي، يعمل اللي هو عايزه. يعني انا كنادي احتفل بالطريقه اللي انا عايزها، ولكن انا بتكلم على التغطيه الاعلاميه، ودي اللي يهمني او دي اللي انا اقدر اتكلم فيه، لكن كل نادي هو حر بقى. ما هو دي خلي بال حضرتك يا استاذ محمود، دي عقليات كل واحد وله عقليه. لا في نقطه، النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك يعني انا ما حدش بيبدا ابدا عندنا لكن عندك كابتن البرامج الرياضيه في القنوات العامه اللي هي ملك للناس يجب الا تخضع لميول وانتماءات اللي بيقدم البرنامج مقدميها. واخد بال حضرتك، يعني ممكن جدا لو انا بتفرج على قناه الاهلي او قناه الزمالك فمن حقهم ان هم يدافعوا، صح؟ صح، لان هم اساس من اساس شغلتي بالظبط. انا مش لكن شغال في قناة. لكن في برامج عامه للجمهور بشكل عام، صح، وهو ده اللي بيزود برضو حالة التعصب، صحيح، والاحتقان. يعني انت عارف ده دليل على ايه؟ الهيصة اللي تمت على الفوز بتاع الناشئين الزمالك على الاهلي، سببها مين؟ سببها الاعلام اللي مفروض ان هو يجب ان يكون محايد، ويجب ان يكون هناك مبالغة. لا ما عادش في محايد دلوقتي، لا ويجب ان يكون انا مش بقول محايد، يعني ايه؟ موضوعي، يعني اتكلم خبر قوله، واخد بال حضرتك، لكن تطلع بقى منه قصص وحكايات وحواديت. ما هو احنا لازم ناخد بالنا، او المسؤولين عن الاعلام ياخدوا بالهم من هذه الجزئيه، لان ده اللي بيصعد الـ الاحتقان بين الناديين او بين جماهير. هو ده بالظبط كده، هو ده اللي واحنا في مرحله ان انت بتهدي، يعني كل التوجهات كل التوجهات بتقول ان هناك تفاهم من صحيح. مجلس اداره الناديين على انه قس على كده، ماشي يا ريس، قس على كده على واقع اللي احنا بنقول فيها. ماذا لو كانت واقعه فيتوريا مع النادي الاهلي خاصه بكهرباء والاحداث والظروف دي؟ ماذا كان سيكون رد الفعل؟ مش الاعلام يعني الفئوي فقط، لا عموما الاعلام العام كانت يعني عاوز اقول لك ايه، قصص وروايات وحكايات للصبح تروى ليل نهار عن كلام غير منطقي اللي احنا بنتكلم عليه. نقول بالعقلانيه بص وانظر شوف الموقف الفريقين، يعني شوف النادي الاهلي عامل ايه، ساكت ما بيتكلمش ما بيعملش رد فعل على المستوى العام، وادارته ما بتتكلمش ما بتتكلمش تعليق، بيقول لك ده مش شأني، يعني مش شأني ما يهمنيش. انا ما بختلف، مش انا متفق مع الكابتن، من حقك اكسب واعمل نزل، بس انا بقول لك ايه، القنوات العامه انت داخل ليه بتعلي في الامر وتتجاهل الطرف؟ بالنسبه لي هو اللي يهمني انا كنادي اهلي او كجمهور الاهلي يهمه ايه؟ يهمه هو انت اللي بتعمل معايا كده بالزبط. انت انا كنادي مثلا اكس او واي او زد، بلاش زد، اكس او واي يعمل اي حاجه ما يعمل، انا حر، انا ممكن اقول لك ايه، انا حر، انا عاوز اقول لك ايه، هنا في ايه، في هنا يا كابتن في تباين واضح وميول واضحه. الجمهور ذكي، الجمهور فاهم، الجمهور عارف، الجمهور مش هيخاف، الجمهور هيقول اللي هو عارف، عارف الحدود. والناس على فكره في ناس بتتابع يوميا بصوره ترصد على فكره تصرفات وعبارات تخرج في برامج، سواء على من خلال حتى البرامج العامه، من خلال حتى الاذاعه واللي بيحصل فيها. لا في ناس بامانه شديده فاقت الحدود في تناول، ما عندهاش مصداقيه حتى في التناول، ما عندهاش حتى نوع من الحياديه ابدا. بعد اذنك، انا اتقبل هذا الامر من فينجادا، لانه كان يعمل سابقا من قبل، يعني سواء في الزمالك او في اتحاد الكوره، اوكي، ولكنه الان غير قائم بعمل يفترض انه حيادي. انا بتكلم على المدير الفني للمنتخب اللي هو ابدى استياءه من تسريب الخبر، صحيح، يعني ان يتم تسريب الخبر على لسان مسؤولين في اتحاد الكوره. طب ما هو ده في حد ذاته يدل على ان احنا مش بنتكلم في فراغ. لا، يجب على المدير الفني للمنتخب ان يشغل باله اكثر واكثر بما يخص المنتخب. هذا صميم عمله، صحيح، واخد بال حضرتك، فيجب انه ده
يراعى ويوضع في الاعتبار. هو سقط في هذه المساله. مين؟ بيعملها هو في تركيا. لا معلش ورط برضو نفسه. لا معلش برضو يا استاذ محمود طبعا. ورط نفسه. لا ورط لكن نفسه. هي هو في الاخر لو طلب منه ان انا اعمل كذا وهو وافق قد يكون على سبيل، لكن انا بتكلم دايما لما نيجي نتكلم بتكلم على النادي الاهلي، ما بحبش اتكلم على حد طبعًا. تاني. لكن هنا انا بتكلم على لو كان زي ما حضرتك قلت حصل واتقال ان كهربا راح قعد مع الراجل بما انه مطلوب في المنتخب وعايز والراجل عايزه وكذا وكذا، راح يقعد معاه يقول له نبي حل لي المشكله مع هافيش البرتغالي، كان ايه اللي حصل؟ زي ما حضرتك بتقول بالظبط، هذا هو السؤال اللي يوجه. لكن فيتوريا ماشي، هو طبعا لان هو محتاج ان هو وجهه نظره محتاج ان هو يركز في الكاس الامم الافريقيه اللي جايه. تم التغرير بيه يا كابتن، تم التغرير بيه من ناس داخل الاتحاد بصوره باخرى، واخذ الراجل على محمل ان هو بيأدي خدمه واجب هو لا يعتقد. أيوة. ربما بامانه الحساب كده اعتقد ان هو لا يعلم بخطوره الموقف وانه ردود الافعال، بدليل ان هو لما تم تسريب الخبر من احد القائمين على اتحاد الكره حصل نوع من الانفعال والغضب. وعنده دلوقتي حاله من القلق والشعور انه كده كده انت عملت ايه؟ حطيت نفسك في دايره فيها دائره اتهام. ليه؟ صحيح. هيجي يتقال لك الكلام اللي احنا بنقوله، ماذا لو طلب رسميا رسميا من ناس بتربطهم علاقه بالنادي الاهلي، لو سمحت يا مستر النادي الاهلي ملوش هنا علاقه بكهربا، انا بكلمه كهربا راح له قال له الحقني حل لي المشكله مع الكلام ده والدنيا، كان ماذا سيكون رد الفعل؟ كانت ستقوم ولا تقعد. صحيح. واتهامات وقصص وروايات تروى ليل نهار حول هذا الموضوع. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي بيته من ازاز ما يحدفش بالطوب يا جماعه، ويعرف انه الايام دول، ويعرف انه كل واحد عنده مشاكله انشغل بيها. ظلت الناس على مدار الفترات السابقه تنال من الاهلي بكل شيء، وما زال الاهلي صامت يسير في طريقه. صحيح. حتى مهما يتعرض، وانا قلت لحضرتك ايه؟ اعمل باب رصد كده لكميه وحجم الاشاعات اللي بتتقال. بنعمل كل يوم بالهدف ايه؟ بتعمل كل يوم وتقول شيء، ايه الهدف منه؟ ان انا عرقلك، انا شايف دلوقتي عاوز اقول لك الدنيا خلصت، عاوز اقول لك انه عندك مشاكل، والراجل بيتخانق، والراجل مش عارف فيه هيمشي، وده جاي له عقد من بره. لا ما ده خلاص بقى، قلت لك انه في سيستم هيتم. احاول ان انا لما يحصل لك تعثر سواء على المستوى المحلي او حتى، وده طبيعي جدا، وحتى على مستوى الافريقي، وعملت مباراه شوط اكثر من جيد ورائع وضيعته، لم يكن هناك التوفيق في مباراه يانج افريكانز، فالدنيا هتقول لك ايه؟ تاخدك في سكك يا كابتن، مش هتتساب. فاحنا رجعنا وقلنا ايه؟ المساله محتاجه انك انت مزيد من الاصرار، مزيد من العمل، مزيد من الشغل، مزيد ان احنا نقفل على بعض، مزيد من الحمايه. صحيح. ماشي. في الفتره اللي جايه، فده امر امور واضحه، واعتقد الاهلاويه كلهم وانت وكل اللي متابعين عارفين الرؤيه واضحه والهدف واضح، وده مش هيحيد الاهلي عن مسيرته في انه هو يكمل نجاحه، وده كان واضح في رساله رئيس النادي اللي قالها مره وبيقولها مره وبيقعد بيتكلم وبيقول الموقف عامل ازاي، ان الامور لن تكون سهله هذا الموسم بعد انجاز انت عملت فيه 10 من 10. هو هنا اعتقد يعني طبعا انا ما دخلتش جوه دماغ الكابتن، لكن هنا بيكون رايه او تفكيره الامور داخل الملعب وخارج الملعب، اي ملعب بقى، سله، طايره، فبالتالي يجب ان يكون هناك تركيز اكتر واكبر من كل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي خلال الفتره دي. بس هي كمان يا كابتن الخلاصه انه حجم الانتقادات اللي تعرض ليها فريق كره القدم بالنادي الاهلي وكولر اكبر بكتير من الموقف، النتائج الرقميه او الموقف. صح. يعني اكبر من الموقف. صح. الحقيقي. بس عايز اسال حضرتك سؤال، حضرتك برضو خدتني كده الاتجاه الاخر، وهو هذه الانتقادات قد يكون مرحب بها كمان. ما احنا كلنا لا اكمل لحضرتك بس مرحب بها في امتى؟ لما تغلب من سان داونز 5-2، هو انا حد يقدر يتكلم؟ طبعا. لما تعادل مع سيمبا في مصر، ما ماشي نقدر نقول ان احنا ها، لكن عندما تتعادل مع يانج افريكانز في تاني مباراه وتعمل هذا الاداء الرائع اللي عمله خصوصا في الشوط الثاني لعيبه النادي الاهلي، وكان المباراه تقدر تخلص 4-5-0 والفرص واضحه، هناك سلبيات. محدش في الدنيا بيقول ان مفيش سلبيات. امال نقول ايه يا كابتن؟ هناك ايضا ايجابيات. لماذا دائما خلال هذه الفتره يعني زي ما بتركز او زي ما تم التركيز على مباريات ناشئين وفوز الزمالك مثلا على الاهلي في 2003، تم التركيز على
في بعض البرامج الاخرى طبعا تم التركيز على السلبيات الخاصه اللي حصلت في مباراه يانج افريكانز، ولكن على الجانب الاخر لماذا لا يتم النظر الى الايجابيات اللي بتحصل؟ ايوه، وفي نقطه كمان، انا لما اقارن الكبار في هذه البطوله موقفهم ايه خلال الجولتين السابقتين؟ الوداد هزمتين صحيح، ماشي، اتهزم مرتين، مره من جالاكسي بوتسوانا ومره من اسك. الترجي اتغلب في الجوله الاخيره، هتلاقي الترجي اتغلب، هتلاقي سان داونز اتغلب من مازيمبي. يعني عايز اقول ايه، انه دايما بطولات دوري الابطال، يعني بطوله دوري الابطال والمجموعات لا تحسب بان انت الفتوه اللي نازل تكسب كل الفرق. صحيح، عمرها يعني، انا على مدار تاريخ مشاركات الاهلي والانديه المصريه في بطولات دوري ابطال افريقيا او كاس الانديه الافريقيه ابطال الدوري سابقا، عمرك ما لقيت فريق داخل فاتح دراعاته قوي وعمال يكسب كل الفرق يا كابتن اسلام. صح، يعني هي زي ما قلنا دوري مجموعه، يعني انت بتجمع نقاط، هذه النقاط لو كانت كافية لتأهلك الى الادوار الحاسمة، وهذا اعتقد مش هنروح بعيد قوي في التاريخ، هنروح السنة اللي فاتت، هنروح السنة اللي فاتت بكل الظروف والملابسات. لا، طب ما النادي الاهلي واجه صعوبات، لكن هل استسلم لحظة اثناء البطولة؟ ابدا، لا ابدا. وهو ده الامر الطبيعي، ان انت عندك استراتيجية بتشتغل عليها، ما بتشتغلش على ان انت تكسب النهارده. طب ما الاهلي لغايه اخر لحظه كسبان، والهدف اللي جه في الاهلي ده لحظات بتحصل في جميع المباريات، زي ما بيقولوا ايه، هفوه او غفوه، اللي هي انت فرحان بالهدف والوقت خلاص. دايما المدربين يقولوا لنا ان الخمس دقائق اللي بعد احراز الهدف اصعب ما يمكن، اصعب من اصعب ما يمكن. وبعدين ما هوش فريق برضو سهل، يعني طبعا انت بتلعب مع فريق في ملعبه. بس هي الناس زعلت طبعا، واحنا كله طبعا الناس زعلت، الناس زعلت، جمهور الاهلي حزين لانه شاف كان عندك فرصه. وهو نفسه كان عندك فرصه تكسب خالص. خلي بال حضرتك، التوقيت التوقيت واحراز النادي الاهلي الهدف، او يعني لو العكس كانت الناس اتبسطت، يعني لو كان يانج افريكانز اللي جاب جول الاهلي وانت اتعادلت بعديها بدقيقتين الدقيقه 90، بس ايه الناس اتعودت على ايه؟ ان لما الاهلي بيجيب جول صعب جدا تخش فيه، خصوصا في الاوقات دي، فيك في الاوقات دي. صحيح. وخاصه انه الهدف جه في ايه؟ في حراسه 3 4 يعني ايه؟ دي مش بتاعه الاهلي طول بالزبط. عمر الاهلي بيمتلك شراسه، انا بكلمك طبعا طول طبعاً. عمر لاعب الاهلي بيمتلك شراسه لا يسمح للمنافس الاقتراب من منطقته، ولكن فالناس زي ما بتقول ايه؟ الناس كان عندها الامل، ورغم ذلك سبحان الله انت تعادلت وجات لك واحده تخلص الماتش. يعني برضو ايه؟ بالزبط. ماشي، توفيق ماشي، توفيق وعدم توفيق، يعني كان ممكن دي تيجي تنسى الهدف التعادل وتخلص الماتش ايه 2-1. طبعا الفرص اللي جات لك انفرادات في ظل الكلام الكتير عن ان انت المهاجم الصريح مش موجود. المهاجم الصريح، ما هو برضو مش المهاجم الصريح هو الوحيد اللي بيسجل طبعا، ما هو كل الفرص اللي جات دي يا كابتن اسلام هل محتاجه مهاجم صريح؟ يعني مهنته كده في البطاقه، ما انت ما عندكش راس حربة، عامل 76، ما انت عندك اللعيبه. يعني في حسين الشحات فرصه لا تضيع، عارف دلوقتي طاهر، مين تاني؟ بيرسي تاو كهربا، امام عاشور، ايوه كل دي. لا قال دي كلها، قال دي كلها فؤاد، واحد احمد عبد القادر مثلا، كل الناس بالظبط بالظبط. انا بس هنا عايز اقول لك انه كل طرق اللعب الحديثه بتعتمد على المهاجم الغير صريح. الله ينور عليك. المهاجم الوهمي، تحرك على الاجنحه، تبادل المراكز، الكلام اللي هو اللطيف اللي بنسمعه ده، او حتى بتتفرج عليه لما انت تيجي تتفرج على مباراه كثير من الفرق الخارج مصر الاجنبيه. يعني بتجد ان التكتيك تغير تماما للمهاجم اللي هو 9، ما فيش يمكن غير مانشستر سيتي هو اللي بيلعب بهالاند، يعني لانه هالاند حاجه هو عنده امكانيات. انت لما تيجي تبص على مثلا ليفربول، هو بيلعب من غير مهاجم، مش بيلعب من غير مهاجم ما اقصدش، ولكن بيلعب بعدد من المهاجمين وبطرق مختلفه تؤدي الى ان انت تجيب اهداف. السنه اللي فاتت يا كابتن برضو مش هنروح بعيد، تالق الثلاثي بيرسي تاو كهربا حسين الشحات
فرق كتير جدا، خلى محدش بيتكلم، خلى محدش بيتكلم عن محمد عم منعم. ليه محمد عم منعم؟ ما انا عاوز اقول لحضرتك يا كابتن، ودي قلناها قبل كده في الحلقه يا كابتن، كابتن مفيش حاجه، مع كامل احترامي وكل الساده المحللين على عيني وعلى راسي، مفيش حاجه اسميها ها 6 و7 و8. انا معاك كامل احترامك، اعملوا اللي انتم عايزينه في ارقامكم، لكن انا عاوز اقول لك على حاجه اللي هو 6 و8 و7 و8 و10. انا هسال حضرتك سؤال، شفت ماتش 4-3 بتاع ليفربول؟ طبعا. طيب فولهام وليفربول شفت فولهام؟ شفت محمد صلاح فين؟ لما تقطعت من الكوره شفته فين؟ في منطقه الجزاء بتاعته. بص ما بيسيبش، خلاص اصبحت الكوره هجوما ودفاعا ودفاعا اصبحت ايه؟ ما انا بكلمك اهو، اصبحت الكوره انك انت مسؤول، لابد انت لما تلقى زميلك مزوق لازم انت اللي تساعد. صحيح مزوق، انت في الوضع انك انت ما تتركش، لكن عندما يفقد اللاعب المهاجم الكوره وينتظر من زميله في الخطوط الخلفيه ويتركه ويدي مساحه للمنافس انه يبقى عنده زياده هجوميه، ده في امر في حد ذاته خلاص، دي كره دي قديمه انتهت، عفى عليها الزمن. لم يعد الاهلي فريق كبير، بطل، بطل ابطال افريقيا، قيمه كبيره، دي سمعة عالمية. لابد التطور يا كابتن يزيد بالمستوى ويشعر لاعبي الأهلي أنهم في مهمة. الجمهور لما زعل ولا حزن ولا طلع صوت، طلع من الحب ومن الارتباط، شايف، وأنا شايف أنك أنت المفروض تكون أحسن من كده وأحسن من غيرك، ماشي، واحترام الجمهور وانتقاده في حدود المسموح به من جمهور النادي الأهلي بيبقى مشاعر غضب، عاوز فرقته تبقى أفضل من كده. فالمسألة بأمانة شديدة هتحتاج من كولر ومن جهازه، لا عمل كبير جدا في كتير جدا من الشغل على مساله التركيز ومساله العمل. ومع ذلك طبعا طبعا مش عايز الكلام، ومع ذلك نعترف جميعا ان هناك وما فيش فريق كره في العالم ما فيش ملاحظات على ادائه. طبعا ده مش عايز الكلام، والا والا يبقى في فريق بيلعب كره نموذجيه ولا يهزم ولا يتعادل. صحيح طبعا، لان هو طبيعي جدا، زي ما كان برضه اعتقد معاك كابتن ماهر همام امبارح بيقال جمله بسيطه ولكنها معبره جدا، في كره القدم لن تستطيع ان تحرز كل الفرص، صح، والا هتبقى باسكت، هتلعب باسكت. طبعا يعني النهارده حلاوه كره القدم انه ممكن جدا يجي لك 6-7 فرص تحرز منها هدف او 2. لكن هل انت عندك امكانيه ان انت كل الفرص اللي تجيلك تحولها الى اهداف؟ لا طبعا، ما كانش حد غلب. لا طبعا ما كانش حد غلب، لان الموضوع كان هيبقى مختلف تماما. بالظبط كده، هتبقى لعبه تانية. فاحنا خلينا احنا بنتكلم في حاجات ثابته والناس عايشاها. حلو الكلام يا كابتن. كابتن احنا قلنا قبل كده في الحلقه الاخيره قلنا ايه؟ قلنا مباراه يانج افريكا قد تكون مباراه لتصحيح واستفاقه لما هو قادم. بالظبط صح. مباراه شباب بلوزداد يوم الجمعه مباراه في غايه السرور. النهارده مقدم، انا مقدم، عمال اقدم، انا عمال معلش مش مشكله. طب كويس كويس ماشي. انا اللي انا عايز اقول لك ايه، انت لا انت عندك مباراتين مباراتين ورا بعض. ما انا شباب بلوزداد، ما انا بقول لا شباب لا هتلعب واحده بس، تلعب واحده والثانيه يعني على حسب، والثانيه بعدين حسب بعد ما كده انت هتسافر. بس انا عاوز اقول لك ايه، انت عملت شوط مميز كان ينقصك فيه التوفيق، اللي هو الثاني في ينجاف بامانه شديده. ليه الناس ما تقولش كده؟ لا عملت شوط كان مميز جدا، واللعيبه يعني بص، ويعني التغييرات اللي اتعملت كانت موفقه جدا جدا من كولر بامانه شديده، ولعب على اللي هو عايزه في المباراه، ولعب على المساحات ولعب على الشغل، لكن هي توفيق وعدم توفيق. وده درس للعيبه انه خلاص، لا مساله ان انا رايح على الجول لازم الشغل ده يا جماعه الفرصه بجول، يعني لازم انت في شغل وتكرار وعمل وتكرار وتدريب وعمل وتصحيح والكلام ده. فانا عايز اقول ايه، خد من الشوط الثاني صح اللي حصل، وروح العب بقى ماتش مهم جدا قدام شباب بلوزداد جاي لك ايه؟ طبعا ها جاي لك خسران جداً. مهم جدا لا جاي لك خسران طبعاً. من ميديما 2-1 على فكره، المدير الفني بتاعه المباراة اتخطف فيها على فكره، المدير الفني بتاعه بيقول ايه؟ عندنا نقص في الصفوف في بعض اللعيبه والكلام ده، لكن جاهزين لمواجهه الاهلي. لا طبعا، يبقى اذا المباراه انت عندك تجربه، انت عندك تجربه لعبتها مع اتحاد العاصمه وحطها في حساباتك، ان المباراه مش تبقى سهله.
يعني ودايما مباريات الشمال افريقيا كلها دربيات ما فيهاش ايه حسابات، وانت لازم تنهي المباراه وتخلص مبكرا. صحيح. لانه هدف انت لما تروح تلعب تاخد المباراه ان شاء الله والتوفيق يكون حليفنا الاهلي ان شاء الله، وتروح تطلع تروح تلعب كاس العالم وانت عندك 7 نقاط ومتصدر مجموعتك بهدوء، انت هتحتاج من العوده من بعد العوده في ال3 مباريات هتحتاج ايه؟ هتحتاج فوز بالظبط وحيد وتعادل عشان ياهلك للقمه، او تحتاج انك انت تفوز ال3 ماتشات هتقعد تلعب على الفوز. ما انا بقول لحضرتك يعني الحسابات انك انت ايه دوافعك وفي صحوه، اتمنى تستمر الصحوه دي. لو عندك سؤال قبل اداء متميز في قبل ما يسبقنا يعني لو في سؤال قبل ما يسبق لا لا انا هاخد حضراتكم لمنطقه اخرى الحقيقه عشان نختم بيها الفقره. النادي الاهلي شارك في تدشين رابطه الانديه الافريقيه خلال المؤتمر الذي عقد يوم الخميس الماضي، كيف رايت مشاركه النادي الاهلي في هذا الامر؟ طبعا المشاركه ضروريه جدا ومهمه جدا، والنادي الاهلي تاريخه في هذه البطولات الافريقيه يعني لا يحتمل التشكيك وله دور اساسي. وانا سمعت والله اعلم هل الكلام ده حقيقي ولا لا، انه الاهلي عرض عليه ان هو يرأس هذه الرابطة. قريت كلام بهذا المعنى، ولكن رؤية عدم المجازفة في بداية تشكيل الرابطة ايا كان. أيوه. وجود النادي الاهلي في البورد بتاع الدوري دوري الابطال شيء مهم جد. واعتقد انه كان حاضر الاستاذ خالد عبد القادر ممثلا عن شركة بالضبط ممثلا عن شركة النادي الاهلي طبعا لكن تواجدك انت متواجد اصلا في دوري ابطال افريقيا في هذه البطوله بجهدك وبعرقك وبتاريخك موجود صحيح. تاسيس هذه الرابطه احنا نفسنا بقى نشوف زي ما كنا بنطالب على فكره بعد البطوله بتاع دوري اللي احنا مش عارفين اسمها لغايه دلوقتي الدوري الافريقي اللي هو الدوري الافريقي ايضا يجب ان تخضع للتقييم ويعاد صحيح تظبطها بحيث انها تقام مش هتلعب تاني ايوه او تقام في وقت الشركه الايطاليه مش راضيه تقام في وقت مناسب ما تبقاش تجربه محبطه وخلاص يعني. استاذ محمود برضو انا المشهد كان مربك بامانه شديده. انا كنت عايز انا كنت متوقع انه يعني رئاسه الرابطه يعني من حق النادي الاهلي حقيقي حقها تاريخيا وعلى كافه الاصعده الاداريه والبطوليه والتاريخ والجغرافيا وكل حاجه وخاصه انه كمان الوداد ما جاش، الترجي ما جاش، في اكتر من الانديه كبيره، وكانت المفاجاه باختيار رئيس نادي يانج افريكانز بحسابات مختلفه. ربما يكون هناك في الكواليس اشياء لا نعلم تقسيمات يعني عنها شيء، بدليل انه الكابتن محمود الخطيب كان حضر اول اجتماع في الفيديو كونفرنس الاولاني اول اجتماع وما حضرش الاجتماع الثاني. يعني اكيد كمان الرؤيه بالنسبه للائحه بتاعه الرابطه برضو يعني المفروض كانت تعرض وتفاصيلها ايه ودورها ايه وعلاقتها ايه مع الاتحاد الافريقي نفسه ومع رئيس الاتحاد، وهيبقى قراراته ورئيسها هيبقى عنده صوت يعني يسمع ولا هيبقى تحت رئيس الاتحاد ولا مجرد شكل ولا مجرد شكل تحرك يعني اكيد فيها في كواليس كابتن احنا مش عارفينها وتتضح خلال الايام. لكن وجود النادي الاهلي برضو يعني مش عاوز اقول يعني لو كان النادي الاهلي لو كان النادي خد مقعد نائب الرئيس برضو لا مش مرضيه، ما لا يدرك كله لا يدرك كله مش مرضيه طبعا. طيب استاذ محمود واستاذ جمال بعد اذن حضراتكم برضو اخد رايكم في قرار نقل المقر الاتحاد الافريقي من مدينه 6 أكتوبر الى العاصمه الاداريه الجديده في جهد واضح ورائع للدكتور اشرف صبحي. هو ده خطوه طبعا على الدوله المصريه دي خطوه مهمه جدا من الدوله المصريه يمثلها في هذه الحاله الدكتور اشرف صبحي، انه افساد اي محاولات قد تكون بتتم لنقل المقر خارج مصر، وده هدف استراتيجي مهم جدا جدا صحيح. وحتى قالها دكتور اشرف صبحي انه الاتحاد الافريقي تاسس في القاهره بوجود اثيوبيا والسودان وبالتالي ما تاسس لا يجب ان يخرج عن مصر، فبالتالي تم بتعليمات طبعا من القياده السياسيه منح قطعة أرض كبيرة جدا تغري قاعدة كبيرة وخويا اعمل اللي أنت عايزه فيها بقى وتغري المسؤولين في الاتحاد الأفريقي على إن هم ما عندكش حجة أنت موجود ما تطلبه دايما حتى
لما اتعمل المقر في ايضا كان في وقته خطوه طبعا. كويسه, خطوة كويسة جدا. لكن طالما في امكانيه للتطوير تطوير يعني اهلا وسهلا, وهذا ما تم ويدل على مدى حرص الدوله المصريه صحيح. على بقاء المقر في القاهره باذن الله. لا طبعا نقله مهمه جدا وجهد كبير جدا من دكتور اشرف صبحي والقائمين على وزاره الشباب والرياضه, طبعا بتكليف من الدوله بالاهتمام بمقر الاتحاد الافريقي رغم كل المغريات اللي تمت في محاولات بالزج وارسال رسائل بنقل المقر, بدليل انك انت لما اتعملت الرابطه اتعمل مقرها في كينيا ما اتعملش مقرها في القاهره رابطه الانديه المحترفه, فده في نوايا البعض, لكن اعتقد علاقة مصر بالكاف علاقة تاريخية علاقة كبيرة رغم تجريدنا من بعض المناصب واختارها كان منصب السكرتير العام اللي على مدار التاريخ كان مصري بحكم الاتفاق يعني اللي موجود, لكن واتمنى يعني في ظل وجود اشرف صبحي ان هو يعيد هذا المكان مستقبلا وزير الرياضة ان يبقى الكلام موجود. انت عندك مدينة رياضية كبيرة جدا على اكثر من 500 فدان في المدينة العاصمية, عندك مجمع العاب كبير جدا, عندك استعداد لطموح اكبر 2036, الدولة عاملة نقل وعندك كمية من الصالات والملاعب في العاصمة الإدارية الجديدة, هيبقى حاجة في نهضة رياضية متباينة, بدليل النهاردة أنت خدت تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027 والنهاردة تصريحات رسمية من مصطفى بيراف رئيس اللجان الأولمبية في الاتحاد الأفريقي, فأعتقد أنه يعني نقلة مهمة جدا, إضافة كبيرة جدا على عمق العلاقة صحيح. ودايما أفريقيا هي البوابة الأساسية لمصر على كافة الأصعدة وعلى الصعيد الرياضي نمرة واحد يعني. عموما نتمنى رب, وده يجب ان يتم الشكر الحقيقه للقياده السياسيه المصريه الحقيقه على الاهتمام الكبير بهذا الامر, لانه زي ما حضراتكم قلتوا انه يقطع الطريق ما ينفعش يقطع الطريق امام اي محاولة, فقدنا الكثير ولكن او فقدنا بعض الامور منها السكرتير العام, وده كان من اهم الاماكن اللي كان معروف ان دوله المقر بيبقى فيها الامانه العامه صحيح, يعني بديهيه من البديهيات صحيح. دوله المقر بيبقى فيها الاستاف بتاع الامانه العامه صحيح, فشكرا للقياده السياسيه المصريه وشكرا لايضا الدكتور اشرف صبحي على هذا طبعا. الامر لانه امر بيهم المصريين جدا جدا جدا, المغرب مقدمه مغريات كثيره جدا 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 الحقيقه طبعا. وكل بلد, انا هنا لا انتقد المغرب ولا شيء, لانه كل بلد من حقها ان هي صح. تسعى لافضل شيء من لشعبها, فالحقيقه حاجه جميله جدا, وانا بقالي يومين ثلاثه بسال في هذا الامر منذ ان تم الاعلان وبروتوكول ما بين الدكتور اشرف صبحي ورئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي, الحقيقه الواحد مبسوط لانه انا اعرف خبايا كتيره جدا جدا حصلت او كانت بتحصل خلال الفترات اللي فاتت, وحضراتكم طبعا عارفين اللي كان بيحصل خلال الفترات اللي فاتت, فشكرا لكل من ساهم الحقيقه والدكتور اشرف صبحي الحقيقه في تواجد او نقل المقر والحفاظ عليه والحفاظ على بقائه في مصر, ده شيء مهم وساعد على بقائه في مصر. شكرا جزيلا يا استاذ جمال. شكرا كابتن اسلام, مع تمنياتنا طبعا لفريق النادي الاهلي طبعا امام شباب بلوزداد, ماتش صعب جدا ولكن الاهلي قادر باذن الله ان شاء الله. استاذ محمود شكرا جزيلا. شكرا كابتن, بشكركم, بشكر استاذ جمال, استاذ محمود بشكرهم شكرا جزيلا, وبشكر حضراتكم, وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.